مش شايفين السلايد صح؟ ايوه دكتور. في البارت الاولاني من شابتر 4 عملنا فيه ديزاين لسنجل سايكل بروسيسور بيكسكيوت المابس انستراكشنز اللي احنا درسناها في سنه ثانيه. اللي هناخده دلوقتي هناخد مقدمه مبدئيه، مش هناخد كل التفاصيل، عن ازاي نبايبلاين البروسيسور ده. كلمة بايبلاين هي كلمة بايبلاين اللي هي معناها ماسورة مية. الترم بايبلايننج ده أو الاكسبريشن بايبلايننج ده دخل لعالم الهندسة أو عالم الصناعة بصفة عامة، مش عن طريق الكمبيوترز. أول ما نستخدم كلمة بايبلايننج للصناعة كان هنري فورد اللي هو بتاع عربيات فورد سنة 1904 أو 5 حاجة زي كده. كانت فكرة هنري فورد إيه؟ عنده مصنع، في المصنع ده بيصنع عربيات. ونفترض مثلا جدلا، ده مثال بسيط يعني، إن العربية بتتصنع على أربع مراحل. الأول بيعملوا الشاسيه بتاعها مثلا، بعد كده بيحطوا الكراسي، وبعد كده بيحطوا الموتور، وبعدين بيقفلوا العربية مثلا. فهنري فورد ده لاحظ إيه؟ لاحظ إنه في الوقت اللي العربية بتتصنع فيه في المرحلة الأولانية، الناس في المرحلة العمال أو المهندسين يعني في المرحلة الثانية والثالثة والرابعة قاعدين فاضيين. بعد ما تخلص العربية المرحلة الأولانية بتروح للمرحلة الثانية، في المرحلة الأولانية والثالثة والرابعة قاعدين فاضيين. لما كان العربية تروح المرحلة الثالثة والرابعة وهكذا. لو افترضنا المرحلة بتاخد ساعتين، فهو في شيفت الوردية بتاعت العمال 8 ساعات بياخد عربية واحدة متجمعة. بس هو بيدفع اكشولي أجرة للعمال عن 8 ساعات بس. efficiency wide هو بياخد شغل منهم ربع المدة. فهو قال ايه؟ قال انا لما العربية تتنقل من المرحلة الاولانية للمرحلة التانية هدخل عربية تانية تبتدي تتصنع، فبالتالي في عربيتين بس مرحلتين مختلفتين. بعد كده العربية الاولانية تروح مرحلة التالتة، التانية تروح مرحلة التانية، دخل عربية جديدة وهكذا لغاية لما يبدأ المصنع باربع عربيات. هيصبح عنده بعد كده ايه؟ المصنع fully used، العمال كلهم بيشتغلوا، بياخد بفلوسه، وبيطلع في نفس الوقت اللي كان بيطلع فيه عربية واحدة هيطلع ايه؟ اربع عربيات. وكده هو يبقى زود الثروبوت من المصنع بتاعه، ما بيطلع ايه؟ اربع عربيات في نفس الوقت كان بيطلع فيه عربية واحدة. هيبقى عنده شوية اوفر هيد انه ياخد باله العربية دي تبع اهنه الناس دول بيعملوا اهنه عربية، هيحتاج يجيب طقم فكات اكتر، هيحتاج يجيب اشراف اكتر، يحتاج ياخد باله من الدوكيومنتيشن بتاع العربيات ماشيه ازاي، لان مبقاش في عربيه واحده. بس اوفر اول هيدفع كوست صغير زياده، بس هياخد كوست كبير مقابل، هياخد مكسب كبير اللي هو اربع عربيات. احنا بقى استلفنا فكر هنري فورد ده وحطيناه في البروسيسور ديزاين، نفس الفكر اللي هو قال بيه هنري فورد ده. في اواخر الستينات اي بي ام فكروا في ان هم يبايبلاين الاكسكيوشن في البروسيسور ازاي؟ زي ما هنري فورد عمل كده، اقسم البروسيسور او اقسم الاكسكيوشن باث لعدد من الستيشنز، عدد من المراحل، اربعه او خمسه لما او اكتر مش مهم. ولما لما الانستراكشن تدخل في اول فيز او اول ستيج وتخلص تروح لستيج تاني، ادخل انستراكشن تانيه في البروسيسور، فيصبح عندي في البروسيسور سيمالتينيسلي في نفس الوقت كذا انستراكشن بينج اكسكيوتد. بس بيعملوا حاجات مختلفه، بيعملوا ايه؟ حاجات مختلفه. ده هيتطلب مني ان انا اميك شور ان الفانكشن يونتس اللي ما بين الديفرنت ستيجز ما هياش شيرد، عشان ايه؟ كل حاجه بقت مستعمله في نفس الوقت. زي هنري فورد مثلا، لو الناس في المرحله الاولانيه الستيج الاولانيه كانوا بيستعملوا طقم مفكات معين واحتاجوه في المرحله الثالثه، لازم اشتري طقمين مفكات، ما ينفعش يبقى عندي طقم واحد استخدمه، لان التو ستيجز هيبقوا شغالين في نفس الوقت. بينما قبل البايب لاينينج كان ممكن اشير الطقم المفكات ده، لان هو ايه؟ ما كانش هيستخدم في نفس الوقت. في البايبلايننج لازم احط ريجسترز في البروسيسور، لازم احط ريجسترز كتيره عشان الداتا ما تتلخبطش وهي ماشيه في البروسيسور. زي ما هنشوف هنا الفورد كان محتاج يعمل ايه؟ يعمل دوكيومنتيشن او ريجستريشن بيبرز لكل عربيه مختلفه، ما يخليهاش كومن عشان خاطر بقى عنده كذا عربيه موجوده في المصنع في نفس الوقت. هنا الفورد بقى بيخلص تركيب عربيات بمعدل اعلى، احنا هنخلص اكسكيوشن بتاع انستراكشنز بمعدل اعلى.
هنري فورد بقى بدل ما كان عنده عربية واحدة في 8 ساعات بقى عنده أربعة. إحنا بقى عندنا لو عملنا أربعة ستيجز في البروسيسور هيبقى عندنا أربعة انستراكشن بدل واحدة في الكلوك سايكل، أو كل كلوك سايكل، مش كل كلوك سايكل في نفس الوقت اللي كانت بتاخد فيه واحدة تنفذ يعني، وهكذا. فالتشابه موجود قوي والمكسب موجود. المهم الملحوظة الأخرانية على هنري فورد إن العربية الواحدة ما بقتش تاخد وقت أقل في التنفيذ. العربية كانت بتمر أربعة ستيجز، كل ستيج في ساعتين يبقى 8 ساعات، فالعربية بتاخد 8 ساعات في التصنيع. لكن اللي حصل الثروبوت هو اللي إيه؟ الثروبوت هو اللي زاد. نفس الكلام مع هنري فورد مع الانفلاق في البروسيسور. الانستراكشن هتمر على نفس ستيجز في البروسيسور فتاخد نفس الوقت في البروسيسور. بالانستراكشن مش رايحة تاخد وقت أقل. بس هو اوفر اول الثروبوت في البروسيسور رايح يزيد. ده اللي احنا حين نشوفه في شابتر البايبلايننج، او ده نفس اللي حصل في البايبلايننج. البايبلايننج فيرست كانت اي بي ام اتكلمت عنه في نهايه في النص التاني في الستينات، بس احنا بدانا نحطه في البروسيسور ديزاين بتاعنا من بدايه التسعينات واصبح كوميرشالايز. واصبح دلوقتي ما فيش بروسيسور ايا كان نوع البروسيسور بيتصنع ما هوش بايبلاين. عشان كده احنا بندرس شابتر الايه البايبلاين. فالبايبلايننج is an implementation technique in which multiple instructions are overlapped in execution. احنا هنقول overlap الexecution بتاع الايه؟ بتاع instruction. All steps in pipelining which are called stages operate concurrently. كلهم شغالين بس بيoperate على instructions ايه؟ مختلفة. As long as we have separate resources, هي دي النقطة اللي كنت بحكي لكم عليها طقم المفكات. For each stage we can pipeline the tasks. طيب البايبلايننج ده هو نوع من انواع الباراليزم بنسميه instruction level parallelism. احنا بن parallelize على مستوى الانستراكشنز. الانستراكشنز بترن in parallel مع ايه؟ مع بعضها ILP. Pipelining has a substantial advantage that unlike some speed up techniques it is fundamentally invisible to the programmer. يعني لما ظهر المالتي كور الناس كانت لازم تتعود تكتب parallel coding، او صناع التولز والكومبايلرز لازم يغيروا التول زي ما تلاب عشان تسبورت المالتي كور. البايبلايننج لا سوفت وير ولا بروجرامينج ولا بروجرامرز ولا سوفت وير محتاج يعمل اي حاجه. الهاردوير تيكينج فولي كير اوف البايبلايننج. عشان كده بقول لكم ما فيش بروسيسور النهارده متصنع ما فيهوش بايبلاين. البارادوكس او التناقض ايه؟ ذا تايم فور اكسكيوتنج ا سنجل انستراكشن از نوت شورتر فور بايبلاينج. الريزون بايبلاينز فاستر وان ميني انستراكشن از for executing many instructions is that everything is working in parallel. So more instructions are finished per unit time. فالبايبلايننج بيمبروف الثروبوت بتاع الانستركشنز. خلي بالنا من الجمله دي مهمه قوي. Pipelining wouldn't decrease the time to complete executing one instruction. التايم بتاخد الانستركشن تتنفذ بنسميه latency. اللي هو ايه؟ انت بدات الانستركشن عبال ما خلصت اخذت latency. قد ايه latency بالعربي؟ يعني تاخير. كما لو كانت اتاخرت في البايبلاين او اتاخرت في البروسيسور قد ايه عشان تبقى خلصت. But when we have many instructions to execute, the improvement in throughput decreases the total time to complete the work. هو ده الادفانتج من البايب ايه؟ من البايبلاين. خلاص خلينا نقف هنا واشوف لو حد فيكم عنده حاجه مش واضحه او سؤال قبل ما اكمل. في حد عنده سؤال يقدر يرفع ايده؟ في سؤال يا جماعه؟ انتوا معايا ولا مش في مشكله في النتورك؟ لا مع حضرتك يا دكتور. انا في سؤال صح كده؟ طيب تعال بقى بايبلاين الميبس بروسيسور سنجل سايكل ميبس بروسيسور. احنا درسناه في المحاضره اللي اديتها لكم قبل كده او محاضرتين اديتها لكم قبل كده. ده شكل الايه؟ ده شكل البايبلاين، ده شكل البروسيسور. خلاص احنا كل اللي رايحين نعمله ان رايحين نعمل ايه؟ نقسم الاكسكيوشن باث بتاعنا لستيجز زي في مصنع هنري فورد. معلش انا بقف كل شويه بقف الميكروفون عشان لما بكح بقف الميكروفون بس عشان ما يبانش الكحه في الميكروفون. الباث بتاع البروسيسور. نعم اتفضل. السلايدز بس مش ظاهرة عندي. ده عندي ولا عند كل الناس؟ في حد مش شايف السلايدز يا جماعة؟ أنا ظاهرة عندي.
لو حد مش سهر عنده سلايز بس يرفع ايده كده اشوف ايه المشكله. طيب ممكن تشوف النتورك عندك عامله ازاي وتقولي تاني؟ هناخد الداتا باث او الفول باث على البروسيسور اللي احنا اللي احنا درسناه اللي هو سنجل سايكل بروسيسور ده، ونعمل ايه؟ ونقسمه ستيجز زي مصنع هنري فورد، بدل ما هو كان مصنع واحد نقسمه مراحل في الستيج. فاحنا هنحط الخطوط الدوت دي ما بين الستيج نحط الخطوط الدوت دي ما بين الديفرنت ستيجز عشان نسمح للانستراكشن تبقى في الستيج دي. انتوا شايفين الماوس، وبعدين انستراكشن في الستيج دي، انستراكشن في الستيج دي، انستراكشن في الايه في الستيج دي. بالتالي يبقى عندنا عدد من الستيجز، يبقى عندنا عدد من انستراكشن تقدر تملى الستيجز دي في نفس الوقت، بالتالي نقدر نعمل سبيد اب او اكسلريشن في الاكسكيوشن بتاع الانستراكشنز. طيب فانا حطينا ستيج سيبريتور بين الانستراكشنز فين؟ ما بين الانستراكشن فيتش، عملنا ستيج فيها الانستراكشن فيتش بكل مكوناتها اللي هي الميموري والادر وال والبروجرام كاونتر والملتيبلكسر بتاع البرانش انستراكشنز. عملنا ستيج حطينا فيها الريجستر فايل، عملنا ستيج حطينا فيه اليو، اليو بتاعه الادريس كالكوليشن في البرانش، وبعدين عملنا ستيج للداتا ميموري، وبعدين عملنا ستيج نرجع نكتب فيها تاني فين في ريجستر فايل. الستيجز دي مش لازم تكون هي بتتعامل كده اكشوال في البروسيسور، يعني بصوره تشيب نفسها كسيليكون وسيليكون داي، مش لازم تكون مفروشه بالطريقه دي، مش مهم. هو ده لوجيكال اورجانيزيشن او لوجيكال فلو للستيجز المختلفه فين في البروسيسور. الجايد لاينز في تقسيم البروسيسور للستيجز ان هي ايه؟ ان احنا نحاول زي ما هنشوف بعد شويه نبالانس التايم اللي بياخده البروسيسور في اكسكيوتنج انستراكشن في الستيج دي والستيج دي والستيج دي ودي وهكذا. لازم نحاول نخلي التايم قد بعضي، مش رايحين نقدر بالظبط بيرفكتلي، بس كل ما تقدر تبالانس التايم كل ما هتقدر تاتشيف بيرفورمانس امبروفمنت احسن. ليه؟ بدل ما كان عندنا 1 كلوك كبيره بتبتدي من هنا وتخلص هنا زي ما عملنا في السنجل سايكل، هنخلي كل ستيج من دول شغاله في كلوك لوحد الكلوك كده، يعني كل ستيج واخده كلوك، كل ستيج واخده كلوك، ومع الكلوك ايدج بنموف الانستراكشنز من ستيج لستيج. كل ما كلوك ايدج بنموف الانستراكشن من ستيج لستيج، يعني ايه؟ مع كلوك ايدج بنتحرك من هنا لهنا، مع كلوك ايدج بنتحرك من هنا لهنا، من كلوك ايدج بنتحرك من هنا لهنا وهكذا. فالكلوك بتاعت البروسيسور اللي ليها سبيد واحده في الاخر اوفر اول هتساوي ايه؟ هتساوي ماكسيمم كلوك بيريود، يعني الكلوك دي البيريود بتاعتها مش فريكوانسي، هتساوي الماكسيمم بتاع الخمسه دول. فنشوف دي مين اكبر، دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي، نظبط الكلوك على كده وتصبح الفريكوانسي هو اقل فريكوانسي مطلوب في البروسيسور. ليه؟ لانك لازم تدي كل ستيج وقت كافي انها تقدر تخلص. لو ما قدرتش، لو ما عملتش كده الستيج مش هتقدر تخلص الشغل ايه؟ الشغل بتاعها. ويصبح هنا في مشكله انه عشان هنري فورد في المصنع بتاعه يحقق مكسب كويس او يحقق ريفينيو كويسه، لازم الاربعه ستيجز اللي عنده في المصنع ياخدوا نفس الوقت. لو واحده فيهم اسرع واحده فيهم بطيئه، فالاسرع هتضطر تستنى بعد ما تخلص لغايه البطيئه ما تخلص، يا اما اذروايز هيحصل ترافيك جام، هيحصل ايه لخبطه، الدنيا هتتكركب في ستيج. لو حاجات وهي ماشيه من ستيج لستيج هتقف على الباوندري فتتكركب خلاص. نفس الكلام لو في ستيج من دول سريعه تقدر تخلص بسرعه، هيضطر نستنى في الاخر شويه وقت ويست اوف تايم كده لغايه لما ابطا واحده توقف، ويصبح الوقت ده محسوب علينا ويست اوف تايم، كان ممكن نسرع فيه الايه الاكسكيوشن بتاع البروسيسور. بمعنى اصح لو انا في البيست سيناريو كانت الكلوك بتاعتي كلها دي، فلازم الكلوكس دي تبقى الخمس، كل واحده فيهم الخمس، معناها الفريكوانسي خمس اضعاف، وبالتالي اطلع اوتبوت او ثروبوت خمس مرات. بس نتيجه ان السيجز دي مش هتبقى بالانسد بالظبط، هيحصل فيه لوس، فمش هيحصل خمسه، الخمسه اللي هي الابر باوند دي راح تبقى اقل منها. وبالتالي السؤال بتاع ايه الابر باوند على البرفورمانس امبروفمنت بالبايب لاين، هو بيساوي عدد الستيجز بتاعتنا، كم ستيج عندنا. ولكن هو عمرنا ما هنحصل الرقم ده نتيجه ان عمر الستيجز ما هتبقى بالانس زي ما هوريكم بعد ايه بعد شويه.
طب ليه احنا ما نقدرش نبالانس ستيجز قوي؟ هي اورجانيزيشنال جيم، يعني ايه المفروض ان احنا نقعد نحرك في الحاجات في البروسيسور قد ما نقدر لغايه لما نقدر نبالانس، بس في نفس الوقت احنا مش عايزين سبليت الميموري، مش عايزين الميموري تبقى بين تو ستيجز مثلا، حته من هنا وحته من هنا، مش عايزين سبليت الريجستر فايل. اليونتس الكبيره بتاخد ديلي، لازم تاكوباي يونت بحال. هل هم في الماضي ما قدروش يعملوا يونتس دي اكروس البايب لاينز؟ قدروا، بيسموها فانكشنال بايب لاين غير الانستراكشن بايب لاين احنا بندرسه، بس ده بيعقد الاركتكشر وبيخليه اصعب في الريسك. او الميبس بروسيسور ما بيعملوش كده، بيحطوا الفانكشن بايب لاينز كلها في ستيج واحد. حلو، بس مقابل كده بيدفعوا الثمن ان ممكن الديلي بتاع الريجستر فايل يكون مختلف عن الديلي بتاع الميموري، فيصبح الكلوك سبيد المطلوبه في كل ستيج مختلفه عن الستيج الثاني. خلاص، تعال ناخد اكسرسايز على البايب لاين نشوف اذا الامبروفمنت البرفورمانس امبروفمنت قد ايه. اسيوم ذات الاوبريشن، ده الاكسرسايز ده احنا خدنا زيه لما خلصنا شابتر ايه، لما خلصنا شابتر البروسيسور سنجل سايكل خدنا زي ده. اسيوم ذات الاوبريشن تايم فور ذا ميجر فانكشن يونتس ان ان امبلمنتيشن ار ذا فولوينج: 200 بيكو سكند للميموري اكسس، 200 بيكو سكند للاي ال يو، 100 بيكو سكند للريجستر فايل ريد رايت، كل حاجه ثانيه ببلاش مالهاش ديلي. مساله هي مجرد مساله. Compare the average time between instruction of a single cycle implementation. Average time between instruction هي instruction تخلص يعني. In which all instruction take one clock cycle to a two-pipeline implementation. خلاص. خد بالك إن in the single cycle every instruction take exactly one clock cycle, so the clock cycle must be stretched to accommodate the slowest instruction. والنوت الثانية اللي أنا بضيفها إن في البايبلاين كل stage بتاخد نفس clock cycle، فلازم إيه نشوف أبطأ stage نخلي clock cycle عليه. لو افتكرنا الحل بتاع المساله اللي احنا حليناها قبل كده مع بعض، كنا عملنا الجدول ده صح كده، كنا جبنا كل نوع من انواع الانستراكشنز وشفنا بياخد كام بيكو سكند وجمعناهم في التيبل، وياخد كل ستيج بيمر عليها بتاخد كام بيكو سكند وجمعناهم، ولقينا ان اللود بتاخد 800 بيكو سكند صح، وان اللود هي ابطا في السنجل سايكل الكلوك بتاعته ب 800. ذا سنجل سايكل ماست الاو فور ذا سلوست انستراكشن load, so the time required for every instruction is 200 picosecond. Even though some instructions are سريعة، هنا بتاخد 200 picosecond. All the pipeline stages take a single clock cycle, so the clock cycle must be long enough to accommodate the slowest operation, slowest stage. Stage نكتب stage هنا. خلاص نشوف أبطأ stage A ونعمل ال. The pipeline execution clock must have the worst case cycle of 200. بصوا هنا دي 200، دي 100، دي 200، دي 200، دي 100. الورست المينيمم ايه؟ الورست مين؟ ال 200. وخلي بالكم ان الجدول ده بالصدفه طلع هو نفسه الرسمه دي. يعني شوف الستيجز هنا كانت عباره عن ايه؟ فيتش، ديكود، وريجستر فايل ريدي، اكسكيوت، ميموري اكسس، رايت باك. خلاص؟ هنا ايه؟ هنا الانستراكشنز اهي هي عباره عن ايه؟ عباره عن instruction fetch، register read، ALU operation، data access، register write. خلاص هما نفس الستيجز اللي فاتت، فالستيج الواحده من دول ستيج واحده من دول هتبقى الكلوك بتاعتها ب 200 اللي هي ابطا حاجه. خلاص even though some stages take only 100 بيكو سكند، so at steady state an instruction is completed every 200 بيكو سكند. 200 بيكو سكند. خلاص فده الفرق بين الاثنين، فده ياخد 800 وده ياخد 200. خليني اسالكم سؤال واشوف انتم صحصحين معايا ولا لا. مين يقدر يقول لي ملحوظه اخذ باله منها لما بص على الارقام؟ انا شايف ان الرقم ده طلع 800 وده طلع 200، مين يقدر يقول ملحوظه مفيده؟ مين يرفع ايده يقول لي ملحوظه؟ ايه الملحوظه اللي نلاحظها من احنا نبص على الارقام ونلاقي ده متين وده 800؟ مين ايه الملحوظه ده نستفيد؟ كونكلوجن ايه نقدر نستفيده؟ صمول ان الليتنسي بتاعت كل الانستراكشنز هتبقى 1000 بيكو سكند في حاله البايب لاين. دي ملحوظه كويسه.
مش ده اللي ما كنت عايز اسال عليه بس مش مهم، دي ملحوظه كويسه. في حاله البايبلايننج الليتنسي بتاعه الانستراكشنز هتصبح 1000 بيكو سكند كل انستراكشن، يعني كل انستراكشن هتخلص اكسكيوشن في 1000 بيكو سكند. طب ايه ملحوظه ثانيه نلاحظها؟ ان مين بيتكلم؟ محمد طارق اتفضل. ان كده في يعني في ستيج مثلا ممكن تاخد 100 بيكو سكند، بس يعني مثلا، بس يعني انا كده ممكن اديها وقت اكتر. خلاص، ما هو كانت ممكن تخلص بسرعه بس انا هعطلها عشان الكلوك سرعتها تبقى 200. صح. ايه ملحوظه ثانيه؟ ان يا دكتور ممكن انفذ 5 انستراكشنز في وقت واحده بس من دي. ما هو ده عشان البايبلايننج، ان انا في 5 انستراكشن هيشتغلوا مع بعض في وقت واحد عشان عملته بايبلاين. هو 800 ولا 1000 يا دكتور؟ لا 800 دي كانت لما كان نون بايبلايند، لما بايبلايند بقى 1000 او كل ستيج اخذت 200. صح. 1000 او 200 بيكو. 1000 ايه فريكونسي يعني؟ يعني 200 بيكو، 200 بيكو دي اللي هي الوقت بتاخده الستيج الواحده، فالخمس ستيجز كل واحده هتاخد 200 فكلهم هياخدوا 1000. فالبيكو سكند ده الكلوك بير كلوك بيريود، لما تقسمها بقى واحده على 200 يديك الفريكوانسي. ان هنا الانستراكشن الواحده الوقت بتاعها هي شخصيا ما قلش، بس التوتال اللي انا هقل عندي كلين. عشان بقى بايب لاين، بدل ما تاخد 800 كل انستراكشن اخد اكشوالي 1000 اللي هي اكتر، بس انا هخلص كل انستراكشن كل 200 بيكو سكند. برضو محدش قال لي الملحوظة لما دور عليها. هي الملحوظة الواضحة دكتور، البروسيسور بتاعي بقى أسرع 4 أضعاف. تمام، عشان هو pipelined. بس أنا عايز ملحوظة تانية شوية. دكتور إن القراية من الميموري بتاخد وقت أطول من الكتابة فيها من خلال الصورة. انت بتتكلم على الديليز المختلفه في الستيجز. ما عنديش مشكله، يعني هو الميموري ابطا، الميموري والريجستر فايل، الميموري ابطا من الريجستر فايل، والديتا انستراكشن والديتا والانستراكشن ميموري نفس السرعه. كويس. مين عنده ملحوظه ابسط من كده؟ مريد ممدوح اتفضل. انه دلوقتي كان كل انستراكشنز بقت هتاخد وقت اقل انستراكشن، يعني كل 200 بيكو سكند اللي هو وقت الجامب هطلع انستراكشن جديده، كاني بالظبط كل انستراكشن بقى جامب مثلا. تمام، عشان بالظبط احنا عملنا عكس اللي احنا كنا عملناه في السنجل سايكل. في السنجل سايكل كنا بنقول ايه، احنا المفروض نعمل ديزاين فور ذا كومن كيس او الفاست كيس، احنا كنا ديزاين فور ذا سلوست كيس. في البايبلاين عمل بقى اللي احنا كنا عايزينه، ان هو بقى بيديزاين فور ذا فاست كيس. صح، برافو علي. ايه ملحوظه ثانيه كمان؟ دي كلها ملحوظات كويسه. ايه ثاني كمان ملحوظه؟ السبيد اب كام في البايبلاين؟ مش ده يعتمد على انواع الانستراكشنز اللي عندي في البروسيس؟ لا، مش هيعتمد على انواع الانستراكشنز. طول ما انت مالي، يعني عشان اكون بريسايز، طول ما البايبلاين مليان ما فيهوش فراغات، ما فيهوش بابلز زي صوت الميه، فهو انت هتحصل على سبيد اب كام كونستنت. لو البايبلاين فاضي او في مشاكل او الانستراكشن بينها كونفليكت زي ما هنشوف في الاخر، then البايبلاين بيرفورمانس هيقل. فانت افترض ان البايبلاين مليان، البيرفورمانس امبروفمنت قد ايه كومبيرد بالسنجل سايكل؟ يبقى وقت اطول انستراكشن على وقت اقل واحد في البايبلاين ولا في السنجل سايكل؟ في السنجل سايكل. طب خلينا نسألكم طريقة تانية، نحسب الـ performance improvement ازاي؟ 800 على 200 اللي هي الكلوك بتاعت السنجل سايكل على الكلوك بتاعت البايبلاين تطلع كام؟ تطلع 4. 800 على 200 ب 4. حد عنده كومنت على الـ performance enhancement دي؟ يا دكتور انا عندي سؤال بس، هي اتفضلي. الكلوك في البايبلاين ده 1000 ولا 200؟ الكلوك في البايبلاين 200. ال1000 دي عباره عن ايه؟ الكلوك 200. فلما تيجي هنبص على الرسمه دي،
الكلوك 200 يعني ده بياخد 200 بيكو عشان تخلص السايكل دي. فهما كام سايكل؟ 1 2 3 4 5 ف200 في 5 بكام؟ ب1000. فالانستراكشن هتمشي من هنا لغايه الاخر وتخلص في 1000 بيكو سكند. لكن الانترنالي كلوك هتاخد كام؟ في كل ستيج 200. اقولها بطريقه ثانيه، في السنجل سايكل كان اسمه سنجل كلوك، يعني الكلوك الواحده تخلص الانستراكشن بحالها. هنا ده مالتي كلوك سايكل. يعني ايه مالتي كلوك؟ يعني الانستراكشن بتاخد 5 سايكلز عشان تخرج. عشان كده الديلي او الليتنسي بقت 1000 بينما الكلوك بقت 200. فهمتي كده يا سلمى؟ هو تمام يا دكتور، شكرا. طيب حد عنده ملحوظه بقى عن الامبروفمنت في البرفورمانس بقت 4؟ حد ليه ملحوظه كويسه يقدر يقولها لي؟ دكتور هو تقريبا ال يعني البايب لاين سرع على عدد الستيجز بتاعت البروسيسور، يعني هو سرعها 5 مرات تقريبا. بس هو صراحة فعلا 5 مرات؟ لا 4. ايه الملحوظة بقى؟ درس السؤال بتاعي، انا عايز بقى حد يكومنت على كده. مين عنده كومنت؟ ان هو يعني يا دكتور سرعها بعدد الانستركشنز اللي زودها؟ لا هو خلهم 5 بس هو ما صرحهاش بمقدار 5. انا اقصد ان في السنجل بتعمل يعني بتعمل حاجه واحده في السايكل، انما ده زود 4 حاجات على الحاجه الواحده، عشان كده يعني هي زادت 4 مرات. ما اعتقدش ليها علاقه بالعدد الانستراكشن، هي دي صدفه بس ان هم زادوا 4 فهي ضربت في 4. هي احنا المفروض نقارن بايه؟ المفروض نقارن بخمسه ستيجز اللي هي المفروض يبقى 5 بال 4 صح؟ دكتور ايوه صح. جورج انت عايز تقول حاجه؟ اتفضل يا جورج. لا انا نسيت انزل ايدي بس يا دكتور معلش. طيب كان في حد؟ جون عماد اتفضل يا جون. ايوه يا دكتور، هو زاد 4 مرات عشان هو الفايف ستيجز، يعني لو انا الانستراكشن في اول ستيج ماشي، هي الانستراكشن الثانيه مش هتخش غير لما الانستراكشن اللي بعدها تبقى في ثاني ستيج وهكذا، فيعني لازم يبقى الستيج ديت فاضيه، البايب لاين ده فاضي عشان الانستراكشن الجايه تخش. فلما الاقي ان الانستراكشن الاولانيه اللي كانت دخلت وصلت لاخر بايب لاين اللي هي في اخر ستيج، فهيبقى في 4 بس وراها، فهو هيبقى سرعها 4 مرات بس. لا ازاي؟ استنى بس، ازاي؟ استنى بس ازاي معايا؟ تعالى انت جبتها حسبتها ازاي؟ بس تعالى دلوقتي، هو كان في انستراكشن دخلت، ده واحد حلو كده تمام، والانستراكشن في الواقع كان في واحده بتدخل وتخرج هنا من الاخر واحده على بعضها، هنا في واحده دخلت ايوه، بعدين بتمشي هنا بتمشي هنا بتمشي هنا بتمشي هنا، وانت واقف هنا هيجي لك دي وهي خارجه، ده واحد 2 3 4 5. في الوقت انت هتدخل فيه كم واحده؟ فثيوريتيكالي هدخل 4 في السبيد اب 4 5. لا هو ثيوريتيكال المفروض يكون 5 بس هو طلع 4. دي اللي انا عايز اسالكم عليه، ليه؟ يعني فكره، هو المفروض ثيوريتيكالي 5. انسى الكلوك ماشي، البروسيسور كان بيشتغل من هنا لهنا يطلع واحده انستراكشن، فهو من هنا لهنا هيطلع كام؟ هيطلع 5 انستراكشنز، لان دول 5 هيكونوا كونكرنت مع بعض. بدل ما يطلع السبيد اب 5 طلع السبيد اب 4. ليه دكتور؟ عشان الفرق، يعني الفرق الوقت اللي بياخده كل ستيج، يعني لو هما كلهم 200 او كلهم 100 كان هيطلع 5. بس ايه اللي حصل عندنا؟ بس هنا لا، هنا في ستيج اطول من واحده وواحده ابطا من واحده، ففي واحده يعني لازم شويه يستنوا، او لما هيكون في ستيج قبل ما تخش الثانيه تستنى شويه، فدخل انها ما تتسرعش بنفس عدد الستيجز. يعني بمعنى ان نتيجه ان الستيجز مش بيرفكتلي بالانسد، ما هماش قد بعض، نتيجه كده انا دفعت الثمن ان بدل ما عندي سبيد اب 5 بقى 4. امتى كان يحصل عندي سبيد اب 5؟ لو كلهم ياخدوا 200 او كلهم ياخدوا 100. لا لو كلهم يعملوا ايه؟ لما كلهم ياخدوا نفس الوقت بالظبط، كلهم ياخدوا 100، ده كان ممكن يحصل اللي هو قد ايه؟
دكتور هو صوت حضرتك قطع في السؤال، فممكن تعيده تاني؟ اللي هو قد ايه، اللي هو قد ايه الوقت ده، اللي هو ياخد قد ايه؟ الو، لو انا خليتهم مثلا 7 ستيجز و او 8 ستيجز كلها هتاخد 100. طب ده حل، ده كلام كويس. 8 ستيجز تاخد 100، تمام. او ايه تاني اسهل من كده؟ يعني كلام جميل جدا. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال 8 ستيجز تاخد 100؟ ايوه، محمد خالد، صح كده؟ طيب، طب في حل تاني، وده حل ممتاز اللي قاله محمد خالد. لو عملنا 8 ستيجز ياخدوا 100، هيطلع عندنا سبيد اب بكام يا محمد؟ المفروض نفس العدد بقى اللي هو 8. 8، برافو عليك. لو عملنا 8 ستيجز ياخدوا 100، هيطلع عندي سبيد اب 8، وده المفروض يكون. بس انا عاملهم 5 ستيجز، يبقى كل ستيج المفروض تاخد كام؟ 800 على 5 بقى، اللي هي كام؟ اللي هي 160، صح؟ 800 على 5 160. فالايديال كيس هتحصل لو كانت كل ستيج من دول واخده 160. انفورشنتلي في ستيج واخده 200، فده اكتر من 160. ومن حسن حظنا ان في ستيج واخده 100، اذروايز كان الموضوع بقى يبقى سيء قوي. خلاص، فالستيج اللي واخده 100 دي، ده شيء كويس، بس انا ما استفدتش منه، لان في ستيج تعدت الايه الافرج اللي هو 160 بقت 200. ونتيجه كده انا بقسم ال 800 على 200 تديني 4، بينما كان المفروض اقسم ال 800 على 160 عشان تديني 5. فانا بادئ زي بدء كده، انا خسرت في البرفورمانس في البروسيسور، وده هدف المساله دي. نتيجه بلهاش غير سبب واحد، الامبيرفكت بالانس بين الستيجز. لو قدرت اخلي الستيجز دي كلها قد بعض، كنت اقدر احقق السبيد اب اللي انا عايزه، بس ده ما حصلش. دي نتيجه ان هما الستيجز مش بيرفكتلي بالانس. وليه الستيجز مش بيرفكتلي بالانسد؟ لان انا من الاول حطيت كونسترين على نفسي ان انا مش هسبلت فانكشن من دول، يونت من دول، بين تو ستيجز. في الثمانينات لما بداوا يحاولوا يعملوا كوميرشاليزيشن للبايب للبروسيس للبايب لاين، حاولوا يعملوا كده، يعني يجي على ريجستر فايل دي ويقسمها تو ستيجز، يسميها ريجستر 1 وريجستر 2، وما زال موجود الكلام ده، بس ده عقد الاوبريشن وخلى المكسب نتيجه التعقيد والكومبلكسيتي اقل. فما عملوش كده، في الريسك اخدوها سيمبل اكتر من كده. اخر ملحوظه اقولها قبل ما اموف للمرحله الثانيه، ان انا مش لازم اقسم البروسيسور لخمسه ستيجز. انا اكشوري ممكن اقسمه اي عدد من الستيجز طول ما انا اقدر اسبلت الفانكشن يونتس دي. ولما اكتر عدد الستيجز عن 8 9 بيسموه سوبر بايبلاين، او بيسموه ديب بايبلاين. خلاص، طب ليه ما بنعملش ديب بايبلاين؟ خلي بالك ان هو هنري فورد كان ممكن يقسم المصنع بتاعه على 10 حتت ويكسب 10 مرات، كان ممكن يقسمه 20 ويكسب 10 مرات 20 مره. ليه ما بنعملش كده؟ السببين، السبب الاولاني هقوله دلوقتي، والسبب الثاني هقوله في اخر المحاضره. السبب الاولاني ايه؟ ان انا مش عايز اسبليت الفانكشن يونتس بين ديفرنت ستيجز. يعني ايه؟ هنري فورد لما لقى البودي او الشاسيه بتاع العربيه هياخد منه مجهود اكتر عشان يقسمه على ثلاث مجموعات، خلاه في مجموعه واحده، بينما هو كان هيكسب اكتر، بس المجهود والايفورت والكومبلكسيتي هتعقد. فانا ممكن اعمل تو ستيجز للريجستر فايل، انا كسبان اكتر، بس انا الاركتكتشر وايز والبروبلمز اللي هتحصل مع كده خليني ما اعملش كده. خلاص، فده اول سبب. في اخر المحاضره خالص هقول لكم على سبب تاني. خلاص، في حد عنده سؤال قبل ما اكمل؟ دكتور عن سؤال، هو حضرتك كنت اسال؟ اتفضل. هو السيستم بطل يوريني ان انتوا رافعين ايديكم، اتفضل جو اهيد. هو حضرتك كنت قلت حاجه اسمها upper bound، بس upper bound يعني ايه؟ upper bound باللغه العربيه معناها الحد الاقصى، السقف. يعني ايه الابر باوند على البرفورمانس امبروفمنت اللي ممكن تجيبها؟ ايه اعلى حاجه ممكن تجيبها في البرفورمانس من البايب لايننج؟ اللي هو ما تحاولش تتعب نفسك اكتر من كده، مش هتجيب اكتر من كده. فالابر باوند بيساوي ايه في البرفورمانس امبروفمنت؟ بيساوي عدد الستيجز في البايب لاين. يعني احنا جبنا امبروفمنت 4، ده نصبنا كده نتيجه احنا قسمناه كده. يوم ما نعمل اقصى حاجه عندنا ونبرفكتلي كل الستيجز ونحل كل المشاكل ونهايه الشابتر تبقى الحياه كلها جميله، انا مش هجيب اكتر من 5. يبقى الابر باوند على الامبروفمنت في البروسيسور هي كام؟ هي عدد الستيجز في البايب لاين. فده اسمه الابر باوند. الابر باوند معناها ايه؟ الماكسيمم اتينابل سبيد اب، اقصى حاجه اقدر اجيبها، اكبر حلم ليا في حياتي اعمل ايه؟ اجيب 5 بايب لاين. فما حدش يجيب البايب لاين ده ويورك اون عشان يجيب 7 تايمز امبروفمنت، مش هيحصل، بيضيع وقته. فالابر باوند 5، انت عمرك ما هتجيب ال 5. احنا جبنا 4 عشان احنا عمالين نعمل حاجه كويسه، ممكن غيرك يجيب 3.5 يجيب 3.3 حسب الايه. واضح؟ تماما. حد عنده سؤال تاني؟ نكمل بقى شرح البايب لاين. السلايد لسه شير، صح كده؟
ايوه دكتور لسه شيرت مظبوط. هناخد اكزامبل تاني اكزامبل ثيوريتيكال شويه او بس مفيد، يعني احنا هنتعلم منه او نفهم منه حاجه مفيده. لوكيت the single cycle, multi-cycle and pipeline data paths on the diagram that shows. Okay. الديجرام دي بيسموها ايه؟ بيسموها space exploration diagram. انك بتحط property على المحور الافقي، property على المحور الرأسي، وتقريبا تلوكيت مجموعة البروسيسورز اللي بتحقق properties معينة على الديجرام. انا عارف ان هو مش واضح بس تعالى اشرحه لكم. الديجرام ده بيودي هنا ايه؟ على المحور الافقي instruction throughput في البروسيسورز. وعندنا تلات انواع من البروسيسور، السنجل سايكل والبايبلاين والمالتي سايكل. خلاص احنا ما درسناش المالتي سايكل، بس اسيوم ان هو المالتي سايكل انك تقسم الانستراكشنز لسايكل زي هنا زي الدياجرام ده بالظبط، بس الانستراكشن بتدخل جوه كل، يعني تدخل جوه كل ستيج تمشي فيها وتخلص وتدخل انستراكشن ثانيه، ما بيبقوش موجودين في نفس الوقت على البروسيس. طب ايه الفرق؟ انك في البايبلاين لازم الانستراكشن تمر على خمسه ستيج عشان تخرج. في المالتي سايكل انستراكشن ممكن تدخل على ستيج الثانيه والثالثه وتكتفي واللي بعدها تخرج تدخل على طول. خلاص فده الفرق اللي بيخلي المالتي سايكل احسن شويه، بس البايبلاين اكثر افضليه يعني. طيب تعال بص على الدياجرام ده. الدياجرام ده بيوري ايه؟ على الافقي هنا بيوريك الثروبوت. الثروبوت معناها ان كل كلوك سايكل ايا كانت سرعه الكلوك بتخلص كام انستراكشن. على الراسي ده سرعه الكلوك، هل هي سلور ولا فاستر. المفروض ان احنا نرسم هنا كده زي بابل مجموعه البروسيسورز اللي هي اسمها سنجل سايكل، بابل تانية اسمها بايبلاين، بنلوكيتها بس على الدياجرام. يعني لو جبنا بروسيسور وقعدنا ناخد الارقام يطلع واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، بيطلعوا في الحته دي. فنلاحظ في الثروبوت، في الثروبوت بتاعنا في السنجل سايكل الثروبوت بكام؟ 1 انستراكشن بير سايكل. السي بي اي بتاعه بكام؟ 1. طيب حد يقدر يقول لي الثروبوت في البايبلاين كام؟ كام انستراكشن بتخرج في السايكل؟ انا مش شايف البارتيسيبنت ليست، فاللي عايز يجاوب جو هيد ويجاوب بعضه. عدد الستيجز يعني كل سايكل وانت واقف كل كلوك كم انستراكشن بتخلص البايب لاين؟ يساوي عدد الستيجز. انت كل سايكل بتاخد خمسة انستراكشن خلص مخلصين؟ لا انا في الوقت الواحد بشوف خمسة طالعين مثلا. كل يعني كل نهايه سايكل بتلاقي انستراكشن مخلصه وخارجه من البايب لاين؟ واحده بس السايكل الصغير بتاعت البايب لاين يعني. بس دي الفكره في الدياجرام ده، انا ماليش دعوه في المحور ده، ماليش دعوه بالكلوك سبيد، انا بتكلم على الثروبوت بس. فالسي بي اي في السنجل سايكل بكام؟ واحد صح؟ السي بي اي في CPI في البايبلاين بكام؟ هي السايكل بتاعت السنجل سايكل ولا بتاعت البايبلاين؟ البايبلاين انت شايف اللي انا بعلم بالماوس فين؟ في البايبلاين السي بي اي بكام؟ واحد. ليه؟ عشان ايا كان سرعه الكلوك انا كل سايكل بيطلع لي انستراكشن مخلصه صح؟ طيب في المالتي سايكل بقى الانستراكشنز بتاخد عدد من السايكلز، يعني انستراكشن بتاخد 3 سايكل، انستراكشن بتاخد 4 سايكل، والانستراكشن بتاخد 5 سايكل. ففي الافريج حلو الثروبوت هيطلع كام؟ هيطلع رقم 4 بوينت سمثينج. فانت بتحسب الثروبوت ازاي؟ تقسم واحد على الرقم ده. فعشان كده يطلع في المالتي سايكل ظاهريا يبدو لنا ان السي بي اي بتاعه كام؟ السي بي اي بتاعه كبير اكبر من واحد صح كده؟ فيطلع الثروبوت بتاعنا اللي هو مقلوب السي بي اي اقل. عشان كده المالتي سايكل سلوور من وجهه نظر الثروبوت، بينما السنجل سايكل والبايبلاين الاثنين يبدو لنا ان هما السي بي اي بتاعتهم واحد. ده ريجاردلس من اي فاكتور تاني. المحور الرأسي فيه كلوك سبيد بقى. فاحنا عارفين ان البايبلاين اسرع من السنجل سايكل. عشان كده حطينا البايبلاين فوق والسنجل سايكل تحت. وسرعة الكلوك في المالتي سايكل تقريبا بتساوي سرعة الكلوك في البايبلاين. احنا احرقنا نعمل زي ما عايزين بس نقدر نعمل نفس الكلوك. لان هو البروسيسور نفس سرعة الستيجز فالانستراكشن هتدخل تعمل نفس الكلوك. فهمت؟ ف ثروبوت وايز المالتي سايكل قليل بس الكلوك سبيد اعلى. ثروبوت وايز السنجل سايكل سريع بس الكلوك سبيد قليل. البايبلاين ليه المميزتين اللي هو فاستر في الثروبوت وفاستر فين؟ في الكلوك سايكل. عشان كده البايبلاين بيبرفورم احسن من المالتي سايكل والسنجل سايكل. واضح الدياجرام ده ولا مش واضح؟
دكتور ممكن احدد بس الحته بتاعت السي بي اي اكتر من واحد في المالتي سايكل. المالتي سايكل تاني نرجع نشوف المالتي سايكل. المالتي سايكل هو نفس الدايجرام ده بس ما بقاش فيه غير انستراكشن واحده في البروسيسور ات تايم. فاللي بيحصل ايه؟ الانستراكشن بتدخل هنا تدخل هنا تدخل هنا وتخلص. خلاص انا مش عايزه ايه، مش عايزه الميموري ولا الريجستر فايل، فاخدت كام سايكل؟ 3. او الانستراكشن تدخل لغايه هنا زي الايه، زي الستور وورد، وتسجل في الميموري وخلصت، تاخد 4. او الانستراكشن لازم تروح لغايه الاخر وتكتب في ريجستر فايل زي الار تايب ومين واللود، فتاخد كام؟ تاخد 5. لما يجي نحسب السي بي اي افريج، افتكروا كده في سنه ثانيه كنا بنعمل ايه؟ نشوف عدد الانستراكشنز اللي هي من نوع الثلاثة نضربه في 3، وعدد الانستراكشن اللي من 4 نضربها في 4، وعدد الانستراكشن من 5 نضربها في 5، ونقسم عدد الانستراكشن. فهيطلع الافريج، انت بتاخد متوسط ارقام 3 4 5، هيطلع الافريج كام؟ حاجه بين 3 و 5، 4 بوينت سمثينج 3 بوينت سمثينج. فمهما عملنا هيطلع السي بي اي في حاله المالتي سايكل، عشان كده اسمه مالتي سايكل، هيطلع السي بي اي بتاعه اكبر من الواحد. واضح؟ تمام. طيب نشوف الدياجرام اللي على اليمين. على المحور الافقي حاطين كلوك سايكلز اوف ليتنسي اوف ان انستراكشن. الانستراكشن بتاخد كام كلوك سايكل اوف ليتنسي؟ وحاطين ايه؟ حاطين 1 وان. فاحنا عارفين ان السنجل سايكل بياخد كلوك سايكل واحده، بينما المالتي سايكل بياخد سيفرال، والبايب لاين بير انستراكشن بياخد مالتيبل. الانستراكشن بتاخد 5 سايكل عشان تخلص، بس كلهم بياخدوا 5، بينما في المالتي سايكل كل انستراكشن بتاخد اللي محتاجاه. في ناس تاخد 3 وناس تاخد 4 وناس تاخد 5. خلاص. المحور الرأسي ده مكتوب عليه الهاردوير، سبيشاليزد ولا شيرد؟ هل اقدر انا اشير الهاردوير؟ مثلا على سبيل المثال يبقى عندي ال LUD، انا في سلايد 4 تاني، انا عندي ال LUD وال LUD وال LUD، اهم ثلاثه اهل يوز، اقدر اخليهم واحده بس واستعملها كذا مره في الاركتكشر؟ في البايب لاين اوبفيسلي لا، لان انا عندي كذا انستراكشن بيستخدموه. وفي السنجل سايكل اوبفيسلي لا، لان انا كنت اضطريت احط الثلاثه. في المالتي سايكل ينفع ليه؟ لان الانستراكشن هتدخل في السايكل دي تخلص تروح هنا، ومفيش حاجه تيجي هنا، تخلص تيجي هنا. فلما تيجي هنا ممكن واحد من التو ادرز دول اعوض عنه بده، اعيد استخدامه تاني، وبالتالي يبقى عندي شيرد هاردوير. زي في مصنع هنري فورد طقم مفكات، لو في طقم مفكات معين مخصوص عايزه في ستيج 1 وستيج 3 ممكن اشيره بستيج 1 وستيج 3. ليه؟ لان كانت عربيه في الاول. لما عملنا بايب لايننج لا، هو مضطر يشتري طقم مفكات جديد. فالهاردوير لازم يكون سبيشاليز في البايب لاين وفي السنجل سايكل، بينما في المالتي سايكل ممكن يكون الهاردوير ايه؟ شيرد. هو دايجرام ثيوريتيكال شويه، بهدفه بس ان احنا نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ جو هيد، ما ينفعش يسال على طول. ممكن الشيرد هاردوير تاني يا دكتور؟ يعني ايه شيرد هاردوير؟ شيرد هاردوير اللي احنا ما درسناهوش، ان في المالتي سايكل الانستراكشن وصلت للستيج دي، انا موجود هنا في الستيج دي خلاص، والانستراكشن موجوده في الستيج دي محتاجه اي ال يو. كان ممكن في الاركتكتشر يشيل الاي ال يو دي يخليها شيرد ما بين الستيج دي والستيج دي، لان هو عمره الانستراكشن ما هتبقى في ستيج 1 وستيج 3 في نفس الوقت، فبيوفر في الهاردوير عن طريق ان هو شيرد الهاردوير. ما يقدرش يعمل كده في البايب لاين ولا سنجل سايكل. ليه؟ لان في السنجل سايكل البروسيسور بياخد الاكسكيوشن كله مره واحده، فلازم يلاقي اليونت بتاعته كلها افيلبل. في البايب لاين في انستراكشن موجوده في الستيج دي وفي انستراكشن موجوده في الستيج دي. في مصنع هنري فورد في عربيه موجوده في الستيج الاولانيه وعربيه موجوده في الستيج الثالثه، فمحتاج لها تأميم مفكات. واضح؟ تمام، شكرا. تعالوا بقى نعمل ايه؟ تعالوا نجرافيكالي ريبريزنت البايب لاين عشان نقدر نتخيل. في طريقتين there are two basic styles of pipeline figures. طريقه اسمها المالتيبل كلوك سايكل بايب لاين دايجرام، هوريها لكم على الرسمه، اللي هي ايه؟ time advances from left to right across the page in this diagram, instructions advance from top to the bottom. This multiple pipeline multiple clock cycle diagram اللي هو شكله عامل ازاي؟ تعال ناخد اكزامبل اللي هي اللود والسبتراكت واد ولود واد، عايزين ننفذهم على مالتيبل كلوك سايكل دايجرام. يبقى عامل كده، الانستراكشن بتمشي من فوق لتحت، البايب لاين بتاعنا بنرسمه كل مره بس كل الانستراكشن شفته سنه، فده البايب لاين اكسكيوشن بتاع الانستراكشن دي، وده البايب لاين اكسكيوشن بتاع الانستراكشن دي. معناها ايه؟ ان في الكلوك الاولانيه الانستراكشن دي دخلت في الفيتش
لوك التانية دي راحت الريجستر فايل، التالتة راحت الـ ALU، والإنستركشن ماشية كده. في الإنستركشن تحت في الكلوك التانية دخلت الفيتش لأن دخلت شيفتد عنها، وبعدين قعدت تمشي خلاص. مش لازم نرسم الدياجرام بالشكل اللي هو ALU DM كده، ممكن ساعات يعملوه بلوكس كده خلاص. بس ده بيسموه ايه، المالتيبل كلوك سايكل دياجرام، انك بترسم الدياجرام على هيئه كلوك سايكلز، كل انستراكشن شايف لها كلوك سايكلز بتاعتها، اللي هو الكلام مكتوب هنا. انستراكشن ادفانس فروم توب 11 يوزد تو جيف اوفر فيو اوف بايبلاين سيتويشن سمبلر بات دو نوت كونتين اول ذا ديتيلز. النوع الثاني اسمه سنجل كلوك سايكل دياجرام، بيشو ذا ستيت اوف ذا انتاير داتا باث ديورينج ا سنجل سايكل. يعني ايه؟ يعني نفس البروسيسور ده احنا عاملين كده، احنا اسمينه كده، ده البايبلاين اهو بنسوي مره واحده، واتسنت اسيرتن انستانس اوف تايم كل ستيج من دول بتكسكيوت اهي انستراكشن. يعني هتلاحظ هنا اهو ده البروجرام بتاعنا كان شكله عامل ازاي، لود سبتراكت اد لود اد، صح، لود سبتراكت اد لود اد. بص هنا هتلاقي اللود اهي سبقت وراها السبتراكت ورا منها الاد ورا منها اللود ورا منها الاد، فالبايبلاين مشي لغايه هنا. ده الرسمه دي في الكلوك الخامسه، يعني هي show the single cycle diagram corresponding to the clock cycle 5. الواحد بيبقى عنده interest في clock معينة، أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل في clock الخمسة، وراح رسم الـ pipeline بتاعي ووري كل instruction بتعمل إيه في الـ clock دي. طيب ممكن أعمل نفس الكلام عند clock التالتة، ما أعمل نفس الكلام عند clock التانية، بس أنا ببقى interested في clock معينة عايز أعرف إيه اللي بيحصل فيها. نلاحظ إحنا لما رسمنا الـ diagram ده، التظليل ده أو الـ shading بيعبر عن حاجة معينة. يعني إيه؟ في الـ memory elements الجزء اللي على اليمين ده القرايه، الجزء اللي على الشمال ده الايه الرايتنج. فتلاقي هنا في الريجستر فايل مع اليمين الجزء ده اللي احنا بنقرا، احنا الميموري بنقرا، بينما هنا احنا بنعمل ايه، بنكتب، هنا بنقرا، هنا ايه، هنا ما بنعملش حاجه في الميموري اصلا خلاص، وهكذا هنا ما بنعملش حاجه في الميموري. فهو التظليل ليه هدف، اليو كلها زرقاء لينا، اليو دايما مستخدمه في الاستيجز بتاعتها خلاص. هنا الميموري مش مستخدمه، هنا الميموري مش مستخدمه، هنا الميموري مش مستخدمه، فالتظليل ليه هدف. او ترسم الدياجرام كده من غير اي نوع من الستايلايزد فيرجن. واضح؟ مين عنده سؤال؟ ده اسمه مالتيبل كلوك سايكل دياجرام، ده اسمه سنجل كلوك سايكل دياجرام. فلو في سؤال في الامتحان بيطلب منك ترسم البايبلاين فلو، خد بالك هو طالب المالتيبل كلوك سايكل دياجرام ولا سنجل كلوك سايكل دياجرام. لو في سنجل كلوك سايكل دياجرام لازم تاخد بالك هو طالب الدياجرام ده في اهنه كلوك سايكل. واضح؟ حد عنده سؤال يجو هيد، انا مش شايف البارتيسمنت ليست، عنده سؤال ما ينفعش يجو هيد ويسال على طول. حد عنده سؤال؟ طيب تعال ناخد بقى شويه معادلات. اتفضل حتى يسال. اتفضل يا دكتور. بعد اذنك في المالتيبل سايكل يا دكتور، طب لو في ريجستر انا بعمل عليه اثنين انستراكشنز كده، في يعني بعمل مثلا عليه باد مثلا وبشفت، فانا كده هقرا في ثاني انستراكشن هقرا الفاليو القديمه مش الفاليو اللي انا عملتها في الانستراكشن اللي قبليه. تمام، يعني انت بتاد وتشفت في نفس الكلوك سايكل. على سبيل المثال انك انت هنا هو بتعمل سبتراكت وبتقيد، صح كده؟ دول هيبقوا موجودين في البروسيسور في وقت مختلف. فاللي هيحصل ان هو في الوقت اللي هو بيحاول يقرا مثلا، افترض ان دي كانت 4، مش ده انت عايز تقوله؟ بالظبط. افترض ان ده بيقرا 4 والتاني لسه ما كتبش 4، دي بنسميها بايبلاين هازارد، وهقول لك عليها في اخر المحاضره. يعني دي مشكله من شكل البايبلاين هازارد، دي باللغه العربيه معناها مخاطر. فدي اسمها ديتا هازارد في البايبلاين، وهكد اشرحها لك في اخر المحاضره وننهي المحاضره على كده خلاص. فدي من مشاكل البايبلاين، دي الكوست اللي انا بدفعها في البايبلاين خلاص. في ثلاث مشاكل في البايبلاين، ثلاث انواع، دي بيسميها ديتا هازارد، وفي حاجه اسمها كنترول هازارد، وحاجه اسمها ستراكشر هازارد. دي ديتا هازارد ان في ديبندنس بين انستراكشن واللي قبلها، واللي قبلها ما خلصتش، وانا هروح اعمل ايه؟ فدي مشكله. المشكله دي ليها اربع اوجه او اربع حالات، احنا نقدر نحل ثلاثه منهم بيرفكتلي، عندنا حلول، وحل ثاني بنقدر نحله 50% اوف ذا تايم. في نوع ثاني من الهازارد اللي هو الكنترول هازارد. افترض ان الانستراكشن من دول عباره عن برانش، وانت اول ما تجيب البرانش هتروح ورا منها تجيب مين، تجيب ورا منها ولا تروح تجمب؟ انت عشان تعرف المعلومه دي، عشان تعرف المعلومه دي محتاج تكسكيوت البرانش اللي هي مش هتعرف الكلام ده الا في اخر السايكل الثالثه، فانت اكشلي هتكسكيوت حاجه غلط، فدي اسمها كنترول هازارد، هقول لكم عليها في الاخر. النوع التالت من الهازارد اللي هو اسمه ستراكشر هازارد، لو البروسيسور ما فيهوش هاردوير كفايه عشان يخلينا بايبلاين، وده والنوع ده مش موجود اني مور، لان احنا عملنا له حل اول ما عملنا بايبلاين اخذنا بالنا منه، و
النوع الاستراكشر هازارد ده، النوع الاستراكشر هازارد ده محلول لسبب، لان انا ما بقاش عندي اي مشكله تخليني اوفر هاردوير كافي في البروسيسور لاكسكيوشن اي حاجه، فخلاص ما عنديش مشكله. فالاستراكشر هازارد ده انه لونجر نقدر نتكلم عنه، بس ناخد بالنا منه واحنا بنصمم نيو بروسيسور. واضح؟ ايوه دكتور واضح. دكتور عندي سؤال معلش. اتفضل. بخصوص اللي هو ترتيب الانستراكشنز في السنجل بايب لاين، يعني ليه بديين بالاد اللي هي الاخيره هنا او لا؟ احنا مش بديين، خليك البدايه هنا. يعني ايه التايم لاين ماشي ازاي؟ التايم لاين ماشي كده، فدي جت الاول ودي ماشي التايم لاين بيادفانس كده. فالانستراكشن دخلت هنا بعدين مشيت هنا وبعدين مشيت هنا وبعدين مشيت هنا وبعدين مشيت هنا، فدي البدايه. يعني اللي جت في الاخر هي اللي بدات الاول، مشيت الطريق كله. واضح؟ اه تمام. تعال ناخد فورمولا بقى او معادلات للبرفورمانس على البايب لاين. البايب لاين ليتنسي بتساوي نمبر اوف ستيجز ان بايب لاين. الانستراكشن بتاخد قد ايه عشان تخرج؟ لازم تمر على الستيجز كلها. فالبايب ليتنسي بتساوي نمبر بايب لاين ستيجز اللي هنسميه ان. If the stages are perfectly balanced, دي الحالة الأولانية, then the time between instruction on the pipeline and the processor, assuming ideal case is A, instruction between instruction pipeline, هو الـ non-pipeline, مقسوم على number of pipeline stages. ده الـ perfectly balanced. If all stages take about the same amount of time and there is enough work to do, then the speed up due to pipelining is equal to the number of stages. في شرطين عشان نجيب الـ ideal pipeline أو تلكم عين. Pipeline, الشرط الأولاني اللي هو ان البايب لاين بيرفكتلي بالانس، والشرط الثاني ان في انف ورك بين دان. ما يمكن البرنامج حصل ايه، البرنامج خلص بعد شويه فالبرنامج ما خدش البايب لاين كله مليان. ذس اندر ايدل كونديشن السبيد اب فروم بايب لاين بيساوي نمبر اوف بايب لاين ستيجز. ده الايه الابر باوند اللي انا كنت بشرح لكم عنه من شويه. براكتيكالي بقى ذا تايم بير انستراكشن ان ذا بايب لاين بروسيسور ويل اكسيد ذا مينيمم بوسيبل السبيد اب ويل بي ليس. ليه؟ الستيجز ار امبيرفكتلي بالانسد، البايبلاين بي اوفرهيد بي انفولفز اوفرهيد اللي هم زي البايبلاين ريجسترز والهازارد اللي لسه زميلكم سالني عليها، والهازارد الاوفرهيد والهازارد. خلاص ال at the beginning and the end of the workload the pipeline is not totally full. حد عايز يسأل سؤال؟ اتفضل. في البداية والنهاية بتاعت البرنامج البايبلاين مبقاش فولي، مش بقاش توتالي فول. يعني ايه؟ الانستراكشن الاولانية لسه داخلة، بقيت البايبلاين فاضي. في النهاية اخر انستراكشن وهي بتخرج البايبلاين بيبقى ايه؟ بقى فاضي. فدول بنسميهم الكولد ستارت والكولد اند. البايبلاين is not totally full. This startup and wind down اللي هو بنخلص affects performance when the number of tasks is not large compared to the number of stages. لو بننفذ برنامج صغير فنملى البايبلاين ونفضيه ده بيأثر على البرفورمانس. تعال نحسب الفورمولا كده. if the number of tasks is much larger لو بقى البايبلاين بينفذ مليون instruction then the number of pipeline stages then the stages will be full or most of the time فنقدر نignore ال start up وال wind down. فدي نقطة برضو مهمة. لو البرامج الصغيرة، البرامج الصغيرة ما بتستفدش من البايبلاين لان هي اول ما تملى البايب لاين ويفضى زي واحد بيبعت كميه ميه صغيره من القاهره للسويس، فالبايب لاين معظم الوقت فاضي. بينما لو البايب لاين ده شغال بالاسابيع او الشهور خلاص مش فارقه الوقت اللي ملينا فيه البايب لاين او فضينا. الفورمولا بتقول ايه؟ اف ام انستراكشن يعني طول البرنامج طوله ام ار اكسكيوتد ان ستيج بايب لاين هنحتاج كام كلوك سايكل عشان ننفذ البرنامج؟ اول انستراكشن هتاخد ان والام ماينس 1 الباقيين هياخدوا ايه؟ هياخدوا واحد. اول واحده هتملى البايبلاين، الاولين بعد كده البايبلاين مليان. فالتوتال هيبقى كام؟ ان في واحد زاد ام في واحد اللي هو ايه؟ ان بلس ام ماينس 1 او ام بلس ان ماينس 1 اللي هو طول البرنامج ونجمع عليه عدد الستيجز ناقصه واحد. وبالتالي التايم هنضرب في الكلوك سبيد يبقى ايه؟ ام بلس ان ماينس 1 في تي. افتكروا الفورمولاز دي لان يعني الفورمولاز مش موجوده في الامتحان. خلاص؟ لو البرنامج طويل قوي بقى يعني ام اكبر كتير من الان نقدر نهمل الترم ده. فيصبح البرنامج هياخد ام في تي او نمبر فلوك سايكل تكسير البرنامج هيبقى ايه؟ هيبقى ام. يبقى بايب لايننج بيمبروف ايه؟
pipelining بيimprove. Pipelining بيimprove the performance by increasing instruction throughput. بس هو مش as opposed to decreasing inherent latency بتاعت البرنامج. ماشي؟ واضح؟ فدي دي الفورمولا بتاعتنا اللي احنا عملناها. الفورمولا الاولانيه اللي سبيد اب بيساوي عدد الستيجز. الفورمولا الثانيه البرنامج بياخد ام في تي تايم عشان يتنفذ. لو الان الام اكبر من تي هياخد ام بلس ان ماينس 1 لو اي اصغر. مين عنده سؤال قبل ما ناخد اكزامبل كبير؟ دكتور لو سمحت. هو انا مش فاهمه بس يعني هو بيقول عدد الكلوكس. صوتك واطي بس ممكن تعلي صوتك؟ ماشي كده تمام. اه هو بيقول ان عدد الكلوك سايكل هي نفس عدد الانستراكشن. انا بس مش فاهمه هي الكلوك سايكل دي اللي هي بتاعه البايب لاين هي المفروض ان الانستراكشن الواحد بتاخد 5 كلوك سايكل مثلا في الحاله بتاعتنا. الانستراكشن الواحده الانستراكشن الواحده يعني البايب لاين ده ليه كلوك هنا خلاص. الانستراكشن واحده بتاخد 5 عشان تخرج صح كده. بس في الافريج في الافريج لو البرنامج طوله ام فانا هخلص البرنامج في ام سايكلز. ازاي؟ انا هاخد 5 عشان اخرج هنا اول واحده. اللي ورا منها هتكون موجوده في الستيج دي هتروح خارجه ورا منها على طول بسايكل واحده. اللي ورا منها هتكون في الستيج دي فتيجي هنا فتخرج بعدها بواحده. فانا يبان لي الديست التايم بين تو انستراكشنز هو 1 سايكل. كما لو كانت كل انستراكشن بتاخد زياده 1 سايكل عشان تخلص. كما لو كانت انستراكشن ظاهريا بتاخد 1 سايكل. بس هو الكلام ده جاي منين؟ من اوفرلاب الانستراكشن وهي ماشيه دي اللي ورا منها كانت ماشيه كده اللي ورا منها كانت ماشيه كده اللي ورا منها كانت ماشيه كده. فالاوفرلاب ده مداري على الليتنسي مخلي الانستراكشن تبدو ان كل واحده فيهم خلصت بقرابه بتاعتها. بس انا لو بصيت على مثال انستراكشن واحده هي مشيت نفس المشوار. بس هو في الافريج لما اشوف انا اشتغلت مده ساعه طلعت كام انستراكشن هلاقي نفسي طلعت فيهم 60 انستراكشن. الانستراكشن اخذت دقيقه بس هي الواقع هي اخذت اكتر بس هما كانوا اوفرلابد مع بعض في الشغل في البروسيس. واضح؟ تمام. هو ده بيبان في حاله لما بيكون البرنامج كبير بس لو صغير ايه الفرق يعني؟ الصغير بس هيبان عندي ان اول انستراكشن في البرنامج الصغير الفرق الوحيد ايه؟ ان انا واقف هنا كده انا واقف هنا اهو خلاص. اول انستراكشن هتظهر لي بعد 4 سايكلز بعد 5 سايكلز. اول انستراكشن اللي وراها منها بعد سايكل اللي وراها منها بعد سايكل وراها منها بعد سايكل. فالاولانيه عشان املى البايب لاين اخذت وقت ايه؟ واخذت وقت اكتر خلاص. لو انا اخذت وقت اكتر عشان املى الايه املى البايب لاين فده الفرق الوحيد. لكن لو البرنامج طويل جدا طوله مليون وعباره عن مليون الا واحد واخدين واحد وواحده بس واخده 5 هيجنور الخمسه دي هقول انها مش موجوده. هي موجوده بس انا اجنورها. ليه؟ ان بدل ما ياخد مليون سايكل ياخده مليون و4 فتقسم مليون و4 على مليون يطلع كام؟ يطلع 1.0004 ماشي. فيصبح كام وكام الرقم مش موجود. تمام كده انتهت. شكرا. تعال ناخد مساله. المساله تريفيال قوي بس طويله جدا عشان نجاوب على حاجات زي اللي انت زميلتكم كانت بتسال عليها دلوقتي. طبعا بص على المساله دي. consider the following code execution in the pipeline. load وراها load load وراها load وراها load load وراها load وراها load. compare non pipeline and pipeline execution of the three load instructions. في البايبلاين non pipeline ده هو load خلصت 800 بيكو سكند ورا منها load الثانيه ورا منها load الثالثه. في البايبلاين ادي لود ورا منها لود ورا منها لود خلاص. الفراغات دي نتيجه ان انا ما كنتش بكتب في الريجستر فايل. هنا في فراغ عشان كنتش بقرا يعني الريجستر فايل نص اولاني ده كتاب نص تاني قراي. فهنا بقرا وما اكتبش. هنا بقرا ما اكتبش. هنا بقرا ما اكتبش. هنا بكتب ما بقراش كده خلاص. فده اللي السؤال الاولاني. السؤال الثاني graphically represents the pipeline execution of the above instruction using multiple clock cycle أو multiple clock cycle. هذا اللود أهي وهذا اللود اللي ورا منها وهذا اللود اللي ورا منها. ناخد بالنا من الأجزاء المظللة دي. calculate بقى تعال نحسب مع بعض. calculate the time between the first and the fourth instruction
in the non-pipelined design. في non-pipelined كل instruction بتاخد 800، فالفرق بين أول واحدة وتالت واحدة هيبقى كام؟ 3 في 800 ب 2400 بيكو سكند. Calculate the time between the first and the fourth instruction in the pipelined design. أول واحدة هيخرج ورا منها واحدة بعدها ب 200، ورا منها واحدة ب 200، فالتايم هيطلع 3 في 200 ب 600 بيكو سكند. The pipeline still offers a four-fold performance improvement. لما نقسم ده يطلع 4 زي ما احنا قلنا. Calculate the time needed to execute three load instructions in the pipeline. التلاتة هياخدوا كام؟ M plus N minus 1 في الـ clock اللي هي 200. الـ M بكام؟ الـ M ب303 والـ N ب5 فيطلع 1400 اللي هي 7 في 200. خلاص؟ Calculate the pipeline speed up in this case. نعمل ايه؟ نقسم 1400 نقسم 2400 على 1400 اللي هو التايم ده على التايم ده يطلع 1.71 اللي هو اقل كتير من الخمسه ولا اقل كتير من الاربعه اللي احنا قلناها. ليه طلع الرقم ده قليل؟ ليه طلع الرقم ده قليل؟ السبب في كده ايه؟ The number of instructions is not large for the speed up of 4 عشان الايه؟ العدد الانستراكشنز قليل ففي وقت بنملى فيه البايبلاين ونفضيه. في الوقت ده محسوب علينا لانه البرنامج صغير، فعشان كده طلع البرفورمانس امبروفمنت ايه قليله. لو املى البايبلاين بقى ساعتها ما محصلش على الرقم ده، احصل على 4. فاحنا السبب الاخير لان احنا ما بنستفدش بالبايبلاين برفورمانس كويس، احنا في البرامج الصغيره بحتاج وقت عشان املى البايبلاين وعشان ايه افضي. Calculate the pipelining speed up in case of executing the 1,000,003 instructions. فمليون وثلاثة دول هنضيف مليون على الثلاثة. في حالة النون بايبلاين المليون زيادة في 800 بيكو سكند زائد 2400 اللي احنا جبناه قبل كده، يعني هناخد الرقمين دول 2400 وال1600 و1400 دول معانا، فهنضيفهم هيبقى 800 مليون و2400. في حالة البايبلاين ال1000 هياخدوا كل واحدة 200 بيكو سكند فهياخدوا 200 مليون، فيبقى 200 مليون زائد 1400. خلاص يبقى هضيفنا 800 مليون وضيفنا 200 مليون على 2400 وال1400 يطلع كام؟ 4. اسمع الكالكيوتر هتطلع كام؟ 3.999999 خالص. فاحنا زودنا مليون انستراكشن بس عشان خاطر اوريكم ان هو البايب لاين لما يبقى مليان هيبقى ايه؟ هياخد هيملى البايب لاين هياخد ايديال كيس. When more instruction executed the ratio of total execution times for real program on non pipeline process is close to the ratio between the instructions. خلاص؟ What is the ideal speed up؟ اتفضل. معلش ممكن السلايد اللي قبل اللي فاتت؟ طيب بس علي صوتك. تمام. ممكن السلايد اللي قبل اللي فاتت اهي اللي قبليها بقى. ايوه الفرق بين 4 و 5 ايه؟ يعني سؤال 4 وسؤال 5. سؤال 4 و 5 الوقت اللي ما بين الانستراكشن الاولانيه والاخر والرابعه. يعني انت واقف هنا الانستراكشن الاولانيه لسه خارجانا دلوقتي اهي، الانستراكشن الرابعه اهي، التايم اللي ما بين التو انستراكشنز دول هما خارجين كانت دي اللي هي دي خرجت، دي هتخرج بعدها بثلاثة سايكلز. هنا لا، هنا التوتال تايم اللي اخدوه الثلاثة انستراكشنز من اول ما بدأت لغاية لما خلصوا، دي الاولانية ودي الثانية ودي الثالثة، التوتال تايم ده كله كان كام؟ ماشي؟ تمام يا دكتور، تمام يا دكتور، شكرا. طيب ال What is the ideal speed up command? The speed up formula suggests that a five stage pipeline should offer nearly a five fold improvement over the domain or 160 clock cycle. However, the stages are imperfectly balanced, resulting in 200 picosecond. ولما يكون pipeline فاضي، هي result in worse performance. دلوقتي احنا ما عملنا pipelining كويس، وبقى في instruction هنا بتexecute، فقرت على instruction bus instruction اللي هو ده. وبعد كده instruction جت هنا، فعشان تكمل هتستفيد بالinstruction المقرية على الباص. بس مع الاسف في نفس الوقت في انستراكشن تانية دخلت هنا، هتقرا انستراكشن تانية على الباص، فيقوم الاولانيه دي تفقد الانستراكشن كان مقري على الباص، فيصبح عندنا مشكله. فحل المشكله دي ازاي؟ انهم ضافوا بايبلاين ريجسترز، وفي البايبلاين ريجسترز دي هنسجل الداتا اللي احنا عايزينها في الستيج دي، فده هيقرا بس مش هيكتب في الريجستر دي الا على الكلوك سايكل، يكون ده خلص وراح على الكلوك سايكل اللي بعدها فيكتب في الريجستر دي. فاحنا عملنا ايه؟ حطينا بايبلاين ريجسترز، حطينا بايبلاين ريجسترز عشان الانستراكشن اكسكيوشن ما يتدخلش في بعضيه، الانستراكشن ما تمسحش الاولد داتا، عشان نفتكر ان الوايرز مش داتا هولدر، يعني احنا مش بنسجلش الداتا على الوايرز، هنسجل الداتا في الريجسترز، فاحنا محتاجين نسجل الداتا في الريجسترز.
فهنحتاج كم pipeline register؟ هنحتاج pipeline register على قد عدد الستيجز، مش بالضبط قوي بس على قد عدد الستيجز، وهنسميهم باسم الريجستر الستيج اللي قبل والستيج اللي بعد. يعني الريجستر دي اسمها IFID، الريجستر دي اسمها IDEX، الريجستر دي اسمها EXMEM، الريجستر دي اسمها Memory Write Back. ليه ما فيش ريجستر تاني هنا في الآخر؟ عشان الستيج دي في الآخر بتعمل ايه؟ بتكتب في ريجستر فايل، فهي كاتبة أصلاً في ريجستر، فبالتالي هتبقى اكسترا سايكل ملهاش لازمه، هنكتب في ريجستر وهنكتب في ريجستر تاني، فاحنا رايحين نكتب في ريجستر وخلاص. خلاص الميموري لما نيجي نكتب فيها الداتا بتقف عند كده، نكتبها هنا ونقف، فاللي بيوصل للستيج دي هي الانستراكشن اللي بتجو بياند الكتابه في الميموري. خلاص الريجسترز دي ليها ديلي، ليها اكسترا ديلي، ممكن يكون رقم مش كبير، رقم صغير، بس بينضاف على كلوك سايكل بيريود. يعني ايه؟ يعني كلوك سايكل بتاعتنا ما هياش اكشوال 200، هي 200 زائد البروباجيشن ديلي في الريجستر دي اللي هو كام؟ اللي هو الدلتا. في معظم الدسكشن في السلايدز دي احنا مهملين الدلتا ديلي بتاعه الايه بتاعه الريجسترز. خلاص ال why there is no pipeline register at the end of the write back stage. الاجابه ايه؟ عشان all instruction must update some state in the processor so it can register file او الميموري او البروجرام كاونتر. A separate pipeline register is redundant، احنا مش محتاجينها في الاخر. خلاص why the PC is not considered among the pipeline register although it feeds IF stage for the pipeline. ليه ما اعتبرناش program counter كمان register؟ عشان even instruction updates, every instruction updates the program counter whether by implementing it, incrementing it or by setting a branch instruction. Unlike pipeline register, however, the PC is part of the visible architecture state. PC content must be saved when an exception occurs or كلام زي ده. فالفكرة ان هو انا مش مهتم بيه او مش حاسبه ضمن البايبلاين ستيجز بتاعتي لي، عشان انا بنهي الاكسكيوشن بتاعي هنا وببتدي الاكسكيوشن بتاعي من ناحيه، ده مش من ضمن الحاجات اللي اليوزر او البروجرامر بيغير ايه بيغير فيها. خلاص قبل ما نكمل نروح للبايبلاين كنترول. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال جوه هيد على طول؟ انا مش شايف البارتيسيبنت ليست. طيب اللي ناقصنا، في البايبلاين دياجرام اللي احنا خدناه، اللي ناقص لنا فيه الكنترول يونت. الكنترول يونت لو تفتكروا كانت موجوده هنا في الستيج دي في السنجل سايكل بروسيسور كده اهو، ومطلعه رجلين او كنترول سيجنالز كل اليونتس. المشكله بقى في الكنترول يونت في البايبلاين ان في كنترول سيجنالز بير ايتش انستراكشن، كل انستراكشن ليها كنترول سيجنالز بتاعها. فاحنا هنعمل كده بالظبط، هنجيب نفس الكنترول يونت اللي درسناها قبل كده بنفس السيجنالز بتاعتها، مش هنغير اي شيء، ونعمل ايه؟ نطلع منها في الستيج الثانيه، من الانستراكشن اللي في الستيج الثانيه نطلع لها كنترول سيجنالز بتاعها، وبعدين نعمل ايه؟ ناخد الكنترول سيجنالز دول نسجلها في البايبلاين ريجستر اللي اسمها اي دي اكس، نسجلهم على 3 باتشز، مجموعه السيجنالز اللي محتاجينها في الستيج اللي اسمها اي اكس، مجموعه السيجنالز اللي محتاجينها في الستيج اللي اسمها ميم، مجموعه السيجنالز في الستيج محتاجينها اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ايه؟ رايت بيك. خلاص كده. وبعد كده يحصل ايه لما نموف الانستراكشن تموف هنا؟ الكنترول سيجنالز اللي هيزاهم موجودين في الريجستر دي نستهلكهم هنا، والميموري والرايت بيك ناخدهم معانا نسجلهم في الريجستر دي. لما نموف هنا في الريجستر دي نستهلك السيجنال بتاعه الميموري، والبتوع الرايت بيك ناخدهم معانا هنا كده لغايه ما نخلص. فتقوم تيجي انستراكشن ثانيه بعدها تدخل في الكنترول يونت تطلع كنترول سيجنالز ثانيين يمشوا معاها. فبمعنى صح البايبلاين بيدي الكنترول سيجنالز للانستراكشنز تاخدهم معاها وهي ماشيه تمشي معاهم وتستهلكهم. ما عدا كده فهم كل الكنترول سيجنال هم ذا سيم زي ما احنا درسنا في الايه في السنجل كلوك سايكل بروسيسور. واضح؟ حد عنده سؤال في الكنترولر؟ مفيش اي فرق، هي نفس الكنترول كل حاجه نفس الرسم. اللي عنده سؤال يجو هيد على طول. طيب في مساله هنا، اتفضل مين عايز يسال؟ وانا ما فهمتش يا دكتور دور الاي دي اكس والاكس ميم والحاجات دي اللي هي الريجسترز دي. لو انت ما حطيتش الريجسترز دي، انت لما بتقرا الانستراكشن، لو ما حطيتهمش، لما بتقرا الانستراكشن من الميموري على الانستراكشن باص، فانت لغايه الانستراكشن ما تخلص متوقع ان الداتا موجوده على الباص زي ما هي، عمال تسحب منها واير، صح كده؟
وكانت الحياه كويسه في الكلوك سنجل كلوك سايكل. ليه؟ لان هو الانستراكشن بتخلص كلها على بعضها في سايكل. المشكله هنا ايه؟ انك انت بعد ما قريت الانستراكشن على الباص ده ولسه بتستعملها في بقيه البروسيسور، في انستراكشن تانية دخلت بتقرا على الباص ده، فالديتا اللي على الباص ده هتتمسح، فالانستراكشن الموجوده في الستيج الرابعه هتلاقيها بتكسكيوت فجاه اتلخبطت، بدل ما تكسكيوت الانستراكشن بتاعتها بقت بتجيب ديتا بتاعه انستراكشن تانية موجوده هنا، ان الوايرنج ده موجود. فعشان نحل المشكله دي عملنا ايه؟ حطينا ريجسترز عشان كل الانستراكشن تسجل الداتا بتاعتها في الريجستر دي وتاخدها معاها ريجستر بعدها وهي ماشيه، فهي موجوده في الستيج دي الداتا بتاعتها موجوده في الريجستر دي، هي موجوده في الستيج دي الداتا بتاعتها موجوده في الريجستر دي، هي موجوده في الستيج دي الداتا بتاعتها موجوده في الريجستر دي. وبالتالي تضمن اثناء الكلوك ان الريجستر مش هتكتب الا على الايدج، ان في خلال الكلوك مفيش حد هيغير الداتا اللي انا محتاجها عشان اكسكيوت. كما لو كان عندك اند جيت مثلا كده، والاند جيت دي داخل لها داتا وهي بتاخد ديلي عشان تخلص، بس اثناء ما هي بتحسب الاند جيت قمت انت بغير الداتا دي بدل ما هي 1 0 خليتها 0 1، ايه اللي هيحصل؟ الاند هتتلخبط وهتطلع داتا بيز على داتا، هتطلع الفاينل ريزلت بيز على داتا الجديده، بس ده غلط. فانت عملت ايه؟ حطيت ريجستر عشان تثبت الفاليوز داخل الاند، لو في اي داتا تانية جايه من بره ما تغيرش الا على الكلوك اللي انت ضامن ان الاند تكون خلصت شغلها في الوقت ده. واضح؟ اه تمام فهمت. تعالوا ناخد مساله وفكروا فيها كويس لما تروحوا البيت بقى، تاكدوا انك تعرف تحلوها كويس. في جدول list the content of each pipeline register، يعني كل register من دول من الرسمه بقى، هي مش واضحه في الرسمه دي، فرغ محتويات كل register تقول في جدول عشان نعرف طول كل register من دول، هم مش نفس الطول. انا حاطط الحل هنا بس اتاكد انك تعرف تحله كويس. فايه؟ تعال نبص مع بعض كده، تعال نبص مع بعض. الريجستر الاولانيه داخل لها ايه؟ تعال نبص هنا، الريجستر الاولانيه دي داخل لها ايه؟ داخل لها البروجرام كاونتر بلس 4 والانستراكشن اللي اتقرت. تعال نبص هنا كده هنلاقي ايه؟ داخل لنا البروجرام كاونتر بلس 4 اهو والانستراكشن اللي اتقرت، يعني طولها كام؟ 64 بت. الريجستر الثانيه الرسمه برضو خلي بالكم مش موضحه كل حاجه، انت محتاج تكون فاهم عشان تكمل. البروجرام كاونتر ماشي معانا، الفاليو اللي قريتها من الريجستر فايل، الفاليو اللي قريتها من الريجستر فايل، الكونستانت بقى محصل له اكستنشن، والانستراكشن فيلد الشيفت اماونت، والفانكشن فيلد داخلين معانا. خلاص دول كام واحد؟ 1 2 3 4 5 6. تعال نبص هنا كده في الستيج الريجستر الثانيه، داخل لنا ايه؟ داخل لنا ال يعني لا في حاجه كمان انا نسيتها، وفي دول كمان داخلين اهو، صح كده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لو بصيت هنا هتلاقي هم دول بتوع الكنترول سيجنالز اهم، والبروجرام كاونتر بلس 4، والديتا اللي قريناها من الريجستر فايل، وايه كمان؟ والساين اكستندد كونستنت، والار تي فيلد والار اي ار دي فيلد بتوع الانستراكشن تو بي ريتن. خلاص دول مش واضحين على الرسم، خلي بالكم ار تي فيلد ار دي فيلد مش موجودين على الرسم، اللي هم دول، هم دول RT وRD RT وRD موجودين على الرسم وهكذا. فعايزكم تكملوا بقى حل المسألة دي في البيت، تكملوا ده الجزء ده لو انتوا عايزين اعمله ده تعملوا مش مشكلة، الجزء ده كمان والجزء ده عشان تجيبوا الأطوال الايه الريجستر، ممكن في معلومات مش موجودة في الرسم. تعال نكمل كده جزء كمان مع بعض. الريجستر دي فيها ايه؟ الريجستر فيها دي كنترول سيجنال دي، وموجود فيها البرانش ادرس، موجود فيها الزيرو سيجنال، موجود فيها الاليو ريزلت، موجود فيها الريجستر اتقرط عشان تتكتب في الستور ميموري، موجود فيها يا ار دي يا ار تي ار دي، واحده من الاثنين دول كويس، ار تي ار دي ار تي يا ار دي، فطول الريجستر موجوده معانا ار دي. الريجستر الاخرانيه موجود فيها الداتا دي، موجود فيها اللي اتقرط من الميموري واللي خرج من الاليو والار تي او الار دي اللي عايزين نكتبهم فين في الميموري. واضح؟ فارجعوا حلوا المساله دي كويس البيت، اتاكدوا انك تعرفوا تحلوها، تعرفوا تجيبوا الداتا بتاعتها كده. تمام؟ واضح؟ في حد عنده سؤال قبل ما نروح على البايب لاين هازرز اللي هي اخر حاجه هنقولها؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب اخر حاجه بقى اللي هي pipeline hazard. يعني ايه hazard في اللغه العربيه؟ معناها مخاطر. فالبايب لاين هازارد سيتويشن ان بايب لايننج وين
the next instruction cannot execute the following clock in the following clock cycle. ايه الانواع الهازارد اللي انا قلتهم لكم من شويه؟ اول نوع اللي اسمه structure hazard. The hardware cannot support the combination of the instructions that we want to execute in the same clock cycle. نتيجة ان في shortage في الهاردوير الموجود. خلاص؟ في shortage في الهاردوير. فالهاردوير مش قادر يسبورت. صح. نتيجة ان في shortage في الايه؟ نتيجة ان في shortage في الهاردوير. خلاص؟ الداتا هازرز معناها ايه؟ الداتا هازرز معناها زي زميلكم قال في المثال. Occur when the pipeline must be stalled because one step must wait for another to complete. يعني عندنا instructions مثلا وليكن add R1 plus R2 وتروح لل R3 ورا منها instruction اللي هي R4 بتاخد R1 R4 بتاخد R3 minus R2 R5 فالR3 دي dependent على R3 دي R3 دي dependent على R3 دي فما تقدرش انها ما تقدرش انها تكسكيوت من غير ما تكون R3 موجودة. R3 دي هتتكتب في البايبلاين ريجستر او في البايبلاين في ريجستر فايل في السايكل الخامسة بينما الريجستر الانستراكشن دي هتقرا في السايكل الثانية. فلما تكون الانستراكشن الأولية في السايكل الثالثة الثانية هتروح تقرا فما تكونش هتكون رايحة تكتب في الريجستر فايل فهتقرا فاليو قديمة. خلاص؟ تبقى فاليو قديمة. فدي هازارد هيؤدي لإيه؟ هيؤدي إن البروجرام هيكسكيوت غلط، هيطلع نتيجة غلط. هيؤدي إن البروسيسور في حاجة مش مظبوطة. ماشي؟ في something wrong في الإيه؟ في البروسيسور. ماشي؟ طيب الحل إيه؟ ومهما كان حصل من advances في التكنولوجيا بتاعت البروسيسور هو في مشكلة إن البروسيسور بيكسكيوت بديك غلط. الحل المبدئي الضمي قوي إن أنا استول البايبلاين. يعني إيه استول؟ يعني أوقف البايبلاين. لما أوقفه بالهاردوير يعني الهاردوير ياخد القرار إن يوقفه كما لو كان الهاردوير inserted bubble فقاعة في الهاردوير. في الهاردوير بقى فيه إيه؟ بقى فيه bubble. البابلز دي مفيدة عشان صحة البرنامج بس هي في نفس الوقت مضرة علشان خاطر بتعمل ايه؟ بتقلل من البرفورمانس بتاع البروسيسور. ان انا ضيعت برفورمانس بقى عندي اوبورتيونيتي كمان لو كان في الانستراكشن فتطلع مش هتطلع. خلاص؟ طيب الحلول ايه غير البابل دي؟ الحلول ان احنا هنعمل دايرة هاردوير تحاول تجيب الفاليو دي كهنت على السوليوشن. لما بص على البايبلاين كده لو بصيت على الدياجرام ده الحل بس بريفلي بس مش هنتكلم عنه. الريزلت اللي انا بدور عليها لما استنيت الكتب هي الريزلت دي موجوده من اللحظه دي. يعني الريزلت موجوده هنا بس مستنيينها تمشي في البايبلاين عشان تروح وتنكتب. حلو كده؟ فالريزلت دي انا هعمل ايه؟ انا هعمل لها فوروردنج من النقطه دي للنقطه دي وافضلها عن الداتا اللي اتقبلت هنا. فهحط سيركت تشوف ان الريزلت اللي مكتوبه هنا هي دي اللي انا عايزها. لو كان كده اخد دي ما اخدش دي. نسميها دايره الباي باسنج او دايره الفورورد. دايرة الباي باسنج او دايرة الفوروردنج دي بتحل لي مشاكل في سيناريوز كتيره للداتا هازاردز. في 4 سيناريوز بتحل منهم كل المشاكل ما عدا نص سيناريو. ما عدا نص سيناريو فالستراكشر هازارد فولي سولفد. الداتا هازارد اولموست سولفد بس في سيناريو معين ما ينفعش ان انا احله. ايه السيناريو ده؟ خليني ارجع تاني للدياجرام ده. انا في سلايد رقم كام دلوقتي؟ انا في سلايد رقم 25. لو الانستراكشن الموجودة هنا اللي ماشية دي ALU instruction يعني add, store, add, subtract, and or والانستراكشن اللي قبلها هي load فاكشوالي في اللحظة اللي توصل فيها هنا عشان تقرأ الأوبراند بتوع الR type ومش هتكون اللود لحقت تقرأ لأن اللود هتكون لسه بدأت تدخل على الميموري وده بنسميه load ALU scenario أو load use scenario. السيناريو ده ملوش حل لازم توقف البايبلاين. دي الاونلي كيس اللي ما اقدرش اعمل فيها فورورد. ليه؟ لازم استنى لغايه لما الميموري تقرا فعطل دي سايكل واول ما تقرا افورورد الداتا للايه للنقطه دي.
ده اسمه load word ALU scenario او load use scenario. ده الوحيد اللي ملوش حل. ما عدا كده اي حاجه تانية اقدر اعملها forwarding داخل ايه البروسيسور. خلاص ده بريفلي معنى الداتا هازرز. الكنترول هازرز معناها ايه؟ الكنترول هازرز معناها ايه؟ معناها ان there is a need to make a decision based on the result of one instruction while others are executing. بينتج عنها branch hazards. طيب ارجع تاني اوريكم في ال ارجع تاني اوريكم في الدياجرام ده وراح فين. البرانش ايكوال البرانش ايكوال بتعرف انها هت برانش ولا لا في نهايه السايكل دي في نهايه السايكل دي بدايه السايكل دي. بينما انا بفتش النكست انستراكشن ورا منها على طول ورا منها على طول. فانا كان عندي برانش ايكوال بروجرام برانش ايكوال ورا منها سبتراكت ورا منها اد ورا منها اد وكان هو هيبرانش اكشوالي يروح لحته تانية فيها لود ورا منها ستور. مظبوط كده. فالمشكله حاصله في ايه؟ المشكله حاصله انه هو اوتوماتيك اللي هيفتش دي ورا دي هدي ورا دي هدي دخلوا في البايب لاين بينما هو كان المفروض يروح هنا بس هو مش هيعرف انه المفروض يروح هنا ولا لا الا في نهايه السايكل الثالثه والرابعه. فاول مشكله انه ملى البايب لاين بثلاثه انستراكشنز ممكن ما يكونش محتاجهم. المشكله الثانيه الانستراكشن دي ممكن تبوظ الداتا يعني تعمل تكسكيوت اكسكيوشن بتاعهم ده غلط لو ده غلط لانه ممكن يغير الداتا في البروسيسور. دي بنسميها كنترول هازارد او برانش هازارد. الحل بتاعها ايه؟ الحل بتاعها ان انا لما اعرف ان الانستراكشن المفروض تبرانش ولا لا افضي البايب لاين. لو هي المفروض تبرانش افضي البايب لاين وديسيبل الانستراكشن واصلح اللي عمله واجيب انستراكشنز ثانيه مكانه. ده عشان ايه؟ البرنامج ما يتنفسش غلط. طب وعشان البرفورمانس انا كده لوست مش انستراكشن واحده انا لوست ثلاثه ولو بايب لاين ديب او طويل هلوز اكتر. ففي التسعينات اخترعوا تكنيك اسمها برانش بريدكشن. يعني ايه برانش بريدكشن؟ ان البروسيسور يحاول يبريدكت بيزد على الماضي البرانش ده هيبقى تيكن ولا نوت تيكن. لو هو تيكن معناها ايه؟ انك يو جوينت تو برانش. نوت تيكن معناها ان يو ار نوت جوينت تو برانش. حلو. ده اللي احنا ده اللي اخترعوه في الايه ده اللي اخترعوه في نهايه التسعينات واوائل الالفينات. البرانش بريدكشن ده استاتستيكال ميثود. يعني ايه؟ يعني كام في الميه هيسكسيد؟ بيقولوا من 95% ل 95% حسب الظروف ومعتمد على تخمين. في تخميني انا هخمن، لو تخميني طلع صح فانا الكسبان، لو تخميني طلع غلط انا هريفرت تاني بيك هرجع تاني اغير رايي وامسح الانستراكشن دول واغير تاثيرهم تاني. ده معنى كلمه البرانش ايه؟ بريدكشن. بس انا في تخميني ده هجيب نسبه سكسس اعلى من انا لو ما خمنتش. فالتخمين معناه ايه؟ ان انا بريدكت ان البرانش هيبقى تيكن اور نوت تيكن. خلاص دي نبذه عن الايه؟ دي نبذه عن ال البرانش هازارد. مش هناخد اكتر من كده في الكورس، يعني نقف بس عند كده في البرانش هازارد. قبل ما اكمل واشرح اخر حاجه اللي هي الداتا ديبندنسي، اقف واشوف حد عنده سؤال. انا اخر حاجه هنشرحها بس الداتا ديبندنسي، نقف عند كده مش هناخد حاجه ثانيه اكتر من كده في الكورس. ما خلصنا كده. حد عنده سؤال في البرانش هازارد او البايب لاين هازاردز؟ انا قلت لكم عنهم ايه والحل بتاعهم بريفلي بس ما قلتش اكتر من كده. ده اللي هنسالكم عنه. مين عنده سؤال؟ في حاجه مش واضحه في البايب لاين هازارد؟ في حد عنده سؤال؟ يبقى ما ستراكشر هازارد، داتا هازارد، كنترول هازارد. الستراكشر هازارد حله ان انا اوفر هاردوير، الداتا هازارد ان انا بعمل فوروردنج ما عدا في حاله واحده، في الكنترول هازارد ان انا بعمل بريدكشن للامباكت بتاع الايه الهازارد. في حد عنده سؤال؟ واضح؟ واضح يا دكتور. طيب اخر حاجه هناخدها اللي هي الداتا ديبندنس بانواعها وتو اكزامبلز عليها. تعال اديكم 5 مينتس بريك وارجع تاني اشرح لكم بعد 5 دقايق. ثواني. انا بقول بنقول افترض ان في i1 بتساوي فيها r1 i يعني instruction الاولانيه r1 بتساوي r2 plus r3 instruction الثانيه r4 بتساوي r1 minus r7. اللي هنا لو تلاحظوا ده ان في ديبندنسي بتوين ان R1 دي هنا معتمده على R1 دي.
ما ينفعش دي الا بعد دي ما تكون خلصت وكتبت الريزلت في الريجستر فايل. دي اسمها داتا ديبندنس، بيسموها اسم تاني في الكمبيوتر اركتكتشر اللي لها ريد افتر رايت انستراكشن رو، ان دي تريد افتر دي ما ترايت، وهي دي اللي بتسبب ينتج عنها داتا هازارد لو ما خدش بالنا. فالداتا ديبندنسي مش حاجه وحشه ولا حاجه مش مطلوبه، لا داتا ديبندنسي هي دي معنى البرنامج، هي دي الديبندنس، ده البرنامج داتا فلو. بس لو جه بطريقه معينه في البايب لاين في ظروف معينه بينتج عنها ايه داتا هازارد. لو كانت الانستراكشن دي والانستراكشن اللي ورا منها اي 1 واي 2 مش ورا بعض، يعني واي 10 انستراكشن تخرج من البايب لاين وتخرج، فالديتا ديبندنس مازال موجوده بس ما هياش داتا هازارد. ليه؟ لان الداتا الاولانيه هتكون لحقت كتبت في الريجستر. طيب انت شايفين كده اي 3 واي 4؟ اه يا دكتور. لو بصينا في i3 واي 4 كويس، الريجستر i3 r1 بتساوي r2 بلس r3 واي 4 r2 بتساوي r7 ماينس r6. فهنلاحظ ان r2 اللي موجوده في الانستراكشن الثانيه بتكتب او بتنكتب بعد ما نكون حسبنا r7 ماينس r6، بس في نفس الوقت نخلي بالنا ان r2 بتقراها i3 الاول. النوع ده من الديبندنسي بنسميه رايت افتر، ما ينفعش اي 4 تكتب قبل ار 2 ما تكون قرت، يا اما اي 3 هتقرا الفاليو الجديده من ار 2 وتبوظ معنى. يعني لازم ار 2 تتقرا الاول وبعد كده نكتب ار 2. الكيس دي مش هيحصل لها فيوشن في البايب لاين احنا درسناه، لان احنا بنعمل ايه؟ بنكتب في السايكل الخامسه وبنقرا في السايكل الثانيه، ففيش تو انستراكشن ورا بعض، هتيجي واحده تقرا قبل الثانيه ما تكون كتبت او بعد الثانيه ما تكون كتبت. بس ممكن بايب لاين ثاني بظروف مختلفه يحصل فيه فيوليشن للكي، فبنسميها رايت افتر ريد. لازم البايب لاين يضمن ان انا اقرا الاول الفاليو قبل ما اكتب عليها. لو ركزنا شويه هنلاقي ان اكشوالي ار2 دي وار2 اللي تحت دول، يعني ار2 في الانستراكشن الاولانيه وار2 في الانستراكشن الثانيه، ما لهمش علاقه ببعض، وده التصادف تشابه اسماء. لكن هو اكشوالي ار1 مش محتاجه ار2 جديده عشان تعمل اي حاجه بيها، وار2 اللي تحت دي مش لازم تتسجل في ار2، ممكن تتسجل في مكان تاني، فبنسميها نيمد نيمد، وبنحلها بالريجستر رينيمينج. يعني الكومبايلر بدل ما يخلي الثانيه دي اسمها ار2 نسميها ار12 بقى، وبنسمي ده نوع من انواع الفولس ديبندنس، مش ديبندنس حقيقي وملوش علاقه بالبايب لاين ولا هيسبب مشاكل في البايب لاين. خلاص ده بنسميه انتي ديبندنس. انتي ديبندنس يعني مقلوب اللي فوق، اللي فوق الريد افتر رايت، الرايت افتر ريد ديبندنس المقلوب. وده هنفترض ان هو محلول والكومبايلر هيحله والبايب لاين مش هيشوفه، فمش هيبقى في عندنا مشكله. النوع الاخير من الديبندنس لو عندنا بقى اي 5، عندنا اي 5 بتساوي ار 1 اللي هي R1 فيها الـ i5 اللي فيها R1 بتساوي R2 زائد R3 ومنها i6 بتساوي اللي هي عبارة عن ايه؟ ان R1 بتساوي R7 ناقص R6. ظهر عندكم اي 5 واي 6 ولا لسه؟ انتوا شايفين اي 5 واي 6؟ لا يا دكتور ما ظهروش. الو طيب انا هقف استنى دقيقه لغايه لما يظهر عندكم اي 5 واي 6. ممكن لما يظهروا عندكم تقولوا لي. طب يا دكتور معلش ممكن حضرتك بس الانتي ديبندنس انا ما فهمتهاش. اشرحها تاني لغايه لما اي 6 تبان. في الانتي ديبندنس المقصود بيها افترض تو انستراكشن ورا بعض ار1 بتساوي ار2 بلس ار3، ورا منها انستراكشن بتكتب ار2 بتساوي ار7 ماينس ار6. في الحاله الطبيعيه في البرنامج بيتنفذ سيكوينشال من غير اي بارالل، البروسيسور هيقرا ار2
ير ار 3 يجمعهم على بعض ويحط نتيجه في ار 1. ير ار 7 ار 6 مع بعض يحط دفعه عاديه اللي هو سيكوينشال اكسكيوشن ما فيهوش باراليزم. طب لو حصل عندنا بارال اكسكيوشن الانستراكشن بتتنفذ مع بعض، سواء بتتنفذ مع بعض في صوره بايب لاين او بتتنفذ مع بعض بارال او تتنفذ بطريقه ملخبطه اوت اوف اوردر اكسكيوشن، احنا بننفذ انستراكشن مش بسيكونس معين، ممكن يحصل فيوليشن للديبندنسي دي واحتاج اكتب ار2 قبل ما اقرا ار2، يعني هنفذ اكسكيوت اي 4 قبل ما انفذ. ده مش هيحصل في الميبس بايب لاين بتاعنا، يعني الميبس بايب لاين بتاعنا مش هيسمح بالحاله دي، بس نفترض الجنرال كيس ان هو البروسيسور هيجي في وقت من الاوقات عايز يعمل يكتب ار2 قبل ما نقرا، فبنقول له لا ستوب، هنا في ديبندنس اسمها رايت افتر ريد، يعني ايه؟ تقدر تكتب ار2 بعد ما ار2 تتقرا للانستراكشن الثالثه. طيب هل دي مشكله المفروض ناخد بالنا ونحلها؟ هل دي المفروض ننعى اهمها؟ يعني المفروض ننعى اهم الديبندنس الموجوده في الاول، هل دي المفروض ننعى اهمها؟ لا. ليه؟ لو فكرنا شويه نكتشف ان مفيش اي علاقه بين ار2 وار2، دي تشابه بس هو مكان واحد بنستخدمه for two uses. الحل نعمل ايه؟ نغير اسم R2 الثانية نخليه R12 R8 اي حاجة مش مستخدمة، عشان كده بيسموها name dependence، هو اسم بس هو المتشابه، والregister renaming هو solution بتاعها. نعمل register renaming، نغير اسم register الثانية بدل ما هي R2 نسميها R12، وده false dependence، ده مش dependence حقيقي وما يعطلش الparallelism ولا يأثر معنا في حاجة. طب انت شايفين كده النوت باد؟ شايفين كده النوت باد؟ اه واضح. ده واضح؟ اه يا دكتور شايفينه. طيب خلاص، انا كنت كاتب كده على السلايدز يعني. فالمكتوب هنا ايه؟ ان لو افترض عندنا اي 5 واي 6، اي 5 فيها ار 1 بتساوي ار 2 بلس ار 3، واي 6 في R1 بتساوي R1 minus. ايه اللي واضح هنا؟ ان I6 هتحاول تكتب value جديدة في I5 بتحاول تكتب value في R1. البرنامج الطبيعي لازم يتنفذ فيه ازاي؟ ان I5 تكتب الاول بعد كده I6 تكتب، عشان كده بنسمي النوع ده من dependency اسمه ايه؟ write after write، يعني R1 لازم تكتب بI6 بعد ما تكتب بI5، otherwise البرنامج هيبقى غلط لان هينتهي في الاخر بvalue الغلط في field registers، نسميها write after write. هل دي ديبندنسي حقيقيه المفروض ننعى اهمها؟ لا، لانك انت برضه لو فكرت هتكتشف ان هما تشابه الاسماء ده ملوش معنى، ملوش لازمه، يعني ما حدش قال ان هما الاثنين لازم يكتبوا في ار 1، ده استخدام اعاده استخدام للمكان بس مش اكتر من كده. ايه طب الحل؟ ايه؟ نعمل رينيمنج للثانيه، نسميها اي حاجه، نسميها ار اي ار 11، ساعتها ما بقاش عندي فيه مشكله ولا انا اهم ده في البروجرام بتاعي. طيب ارجع تاني واقول لكم الكيس، هكتب الكيس بتاعي اي 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 3. اي 3 كانت عامله ازاي؟ I think it's عبارة عن R1 بتساوي R2 plus R3، ورا منها I4 مع إن R2 بتساوي R7 minus R6. خلاص، فالأولانية دي قلنا عليها إيه؟ إن لازم R2 دي تكتب بعد ما تكون أول، والتانية دي قلنا اللي إيه؟ الاثنين يكتبوا بالترتيب، يعني ار 1 دي تتكتب بعد كده. وانا الحل في الحالتين ان احنا بنعمل ريجستر نيمينج، نسمي دي ار 21 ودي ار 11 مثلا، فساعتها خلاص مفيش مشكله ونقدر نكتشف البرنامج ان بارل. ناخد بالنا بقى ان بعد الانستراكشن اي 4 دي في اي مكان خالص موجود تحت يظهر فيه، ولتكن اي مثلا 500، يظهر فيها ان ار 9 بتساوي ار 2 ار 2 بلس R5، نغير البرنامج، يتغير R2 تصبح كام؟ تصبح R1 R21، عشان تصبح دي ودي شبه بعض، الديبندنسي بينهم موجوده، فتغيير الاسم في دي يستدعي لازم نغير الاسم في ايه؟ في ده. ونفس الكلام هنا، لو ظهر هنا تحت في مكان ما بعد كده I600 فيها اي علاقه لها علاقه ب R1 اي حاجه فيها R13، لازم اغير R1 دي اخليها R11 كمان. ليه؟ عشان تبقى دي ديبندنت على الديبندنت الصحيح. لو ما عملناش كده هتتحول دي انها ديبندنت على مين؟ على الاولانيه بس، وده غلط، يعني
dependency اللي بعد الانستركشن اي 6 اي حاجه تبقى ار 1 معتمده على بعد اي 4 اي حاجه معتمده على اي 4 مش معتمده على اي 3. فالريجستر رينيمينج يعني ان هنغير الانستركشن اللي عامل لنا مشكله والديبندنس بتوعها نخليهم بنفس الاسم. ده اللي كنت عايز اشرحها في السلايد دي. واضح ولا لا؟ مش واضح اسالني اساله اجاوب تاني اشرح له تاني. مين عنده سؤال؟ مين مش واضح بالنسبه له اشرح له تاني او اوضح له حاجه؟ مين عنده سؤال؟ واضح يا جماعه؟ فعل في سؤال في حاجه مش واضحه؟ الريجسترز دي هتبقى مفروض ان المسميات دي كسوفت وير ولا كهارد وير؟ الارقام دي انا مش فاهم قوي بصراحه. ده سؤال كويس. اللي هيحاول يعمل لنا الريجستر رينيمينج ده سؤالك. هيحاول يعمل لنا الريجستر رينيمينج الكومبايلر. يعني الكومبايلر مش هيسيب البرنامج يوصل للهاردوير في المشاكل دي. ففي الحل بتاع الريجستر رينيمينج احنا بيضم باي ذا كومبايلر. واضح كده؟ فدي ايشوز كانت جايه في الاسمبلي بروجرام. الكومبايلر والاسمبلر هيحلوها قبل ما تروح للهاردوير. لو ما كانش عندنا بايبلاين او باراليز ما كناش هنهتم بالسيكونس. بس نتيجه الباراليزم والبايبلايننج والهاردوير باراليز هنقول للكومبايلر والاسمبلر خلي بالك المشاكل دي ما تظهرش في الكود واعمل لها رينيمينج. كنت عندك بلينتي اوف ريجستر، انت عندك 32 ريجستر، حاول ايه تستفيد منه. واضح كده؟ تمام يا دكتور، واضح. دكتور ممكن حته تانية. عندي سؤال في الموضوع ده. انا عندي سؤال يا دكتور. الحته اللي هي بتاعه الديبندنسي دي انا فاكر قلت ان احنا هنغيرها كلها بعد ما عملنا رينيمينج للريجستر الحاجات اللي يعني المتمثلة. افترض انك انت ترجع تاني. طب افترض انك عندك حاجه زي كده، ان رجعت دي تاني كده وكان عندنا 10 فيها ايه؟ فيها افتدك عندك كده بتساوي R2 مضروبة في R9. شايف انت اي 10 كده؟ تمام يا دكتور، عندي لاج بس. ما هو واضح ان في نتورك لاج عندي انا. فاي 10 R5 بتساوي R2 مضروبة في R9. فR2 دي ديبندنت على مين؟ R2 دي ديبندنت على I4 ومش على اي انستراكشن. R2 اللي موجوده في I10 دي ما هياش R2 اللي موجوده في I3، هي I2 دي هي مرتبطه بالاي 4. فاذا انا غيرت I4 خليتها R21 باي 10 اخليها برده 21 عشان 10 الريسورس والديستنيشن مظبوط. لو نسيت اعمل كده او الكومبايلر نسي يعمل كده او الاسمبلر نسي يعمل كده هياخد R2 دي من الاولد فاليو اللي هي غلط. هو الديبندنسي جايه من الR2D والR2D. R2D واضح كده؟ واضح؟ تمام يا دكتور. تمام. مين عنده سؤال تاني؟ هل واضح كده يا جماعه؟ حد عنده سؤال؟ تعال ناخد اكزامبل. انا هرجع تاني اشير السلايدز وهمشي فيها ببطء. تعال ناخد اكزامبل على الديبندنسي دي. طيب consider the following code sequence. مدينا كود بيقول لك show all dependencies this code register a naming could solve false dependency. فانا بصينا في الكود ده ايه اول instruction فيها ايه؟ load بتقرا register من الميموري اللي ورا منها الاند end register 2 مع register 5. بعد كده في or بت end بت or register 6 مع register 2. بعد كده في add بت add register 12 على register 2. وبعد كده في store word بتاخد register 2 تجمع عليها 100 عشان تجيب effective address. فهنلاحظ ال end وال or وال add وال store word كلهم dependent على ال load. فبالتالي لو بصينا في سلايد 48 هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان في dependency من ال load وال end في الفيرست اوبراند اللي هو الريجستر، وديبندنسي من اللود والايه والاور، وديبندنسي من اللود والاد، وديبندنسي من اللود والستور.
كل دي داتا ديبندنس، دي ديبندنس حقيقيه البروسيسور بيتعامل معاها ما يقدرش ايه اي حاجه. لاحظ كمان ان الاند والاد في بينهم ديبندنسي، تكتب ريجستر 12 والاد بتجمع 2 على ريجستر 12، ونلاحظ ان السبتراكت والست اون ليست زين في بينهم ديبندنسي، السبتراكت بتبروديوس ريجستر 12 اللي بتدخل في الست اون ليست زين اللي بتدخل في الكومباريزون. دي كلها true dependency اسمها data dependency، والبروسيسور لازم يتعامل معاها ونعمل لها لو احتاجنا لها forwarding زي ما شرحت لكم. فدي data dependency، يعني دي مش 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 false dependency ولا name dependency ولا محتاجة register renaming. واضح؟ في حد عنده سؤال كده؟ واضح؟ في سؤال يا جماعة واضحة؟ تمام يا دكتور. لو رحنا للسلايد اللي بعدها اللي هي سلايد 49، هنلاحظ ان في انتي ديبندنس بين مين؟ السبتراكت والاد. السبتراكت الاد السبتراكت بتحاول تكتب في ريجستر 12 بينما الاد بتقراها، فلازم نضمن او البروسيسور يضمن ان السبتراكت مش هتكتب ريجستر 12 قبل ما تكون قرات بالريجستر بالانستراكشن اسمها اد. لو بصيتوا كده هتلاقوا دي هنا اهي وهنا في بينهم تشابه. هو يا دكتور حضرتك بتشرح السلايد 49 فهي ما ظهرتش لسه، مش عارف ده يبقى عندنا بس ولا لا. لا هو في في ديلي في النت ممكن يكون من ناحيتي. لما تظهر 49 قول. نعم كده ظهرت. تمام 49 ظهرت. تمام اللي انا بقوله ايه؟ بقول ان الاد بتقرا ريجستر سبتراكت بتحاول تكتب ريجستر 12، فلازم نضمن ان دي رايت افتر ريد، فدي الانتي ديبندنس اهي موجوده في الكيس الاولانيه في الجدول الاولاني. الثانيه الاوتبوت ديبندنسي، تلاحظ ان الاند انستراكشن والسبتراكت انستراكشن الاثنين بيكتبوا في ريجستر 12، فدي اسمها رايت افتر رايت. لازم نتاكد ان السبتراكت مش هتكتب قبل ما الاند يكون كتب عشان ننتهي بالريزلت ريجستر 5. فدول التو فولس ديبندنسز، دول التو نيم ديبندنسز، دول محتاج تعمل لهم ريجستر رينيم. فانا قلبت دايت بقيت في سلايد 50. لما تشوفوا سلايد 50 قولوا لي. ظهرت سلايد 50 ولا لسه؟ لسه لحد دلوقتي. ماشي لو انتظر قول لنا هقعد استنى. دكتور لو حضرتك مش قلت ان الاد والسبتراكت فيه يعني ديبندنسي ما بينهم، او 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 يمكن انا سمعتها غلط. الاد ده في انا مش عايز اغير السلايد. انت تقصد في اهني في اهني حته اهني كونتكست من الاد والسبتراكت؟ في ديبندنس بين الاد والسبتراكت، ان الاد بتقرا ريجستر 12 والسبتراكت بتكتب ريجستر 12، فلازم السبتراكت تستنى لغايه لما الاد تقرا الاول. احنا كده سلايد 50 ظهرت. طيب زميلكم كان بيسال على الديبندنس بين الاد والسبتراكت، كده واضح ولا عيد تاني؟ تمام يا دكتور. سلايد 50 بقى عايزين نعمل ريجستر رينيمينج. لو احنا غيرنا الاند خليناها بتكتب ريجستر 16 والاد بتقرا من ريجستر 16 عشان ديبندنس اللي بينهم، مش مشكله الانتي ديبندنس والاوتبوت ديبندنس اتحلت. ليه؟ لان السبتراكت بقى بتكتب في ريجستر 12 والست اون ليست زام بتقرا من ريجستر 12، مبقاش في مشكله. الكونفليكت بين السبتراكت والاد انتهى، والكونفليكت بين السبتراكت والاند انتهى. فانا عملت ريجستر رينيمينج، خلي دي تكتب في 16 ودي بتقرا من 16 عشان الديبندنس اللي بينهم،
وبقاش في كونفليكت مع السبتراكت ولا في كونفليكت مع السيت اون لسن كده. تمام كده واضح؟ اه تمام يا دكتور. تعال ناخد اكزامبل تاني. consider the code sequence ده subtract and or add store word. شو الديبندنسي في الكود ده؟ فلو جينا نبص على الديبندنسي في الكود ده، انا في سلايد 52، شايفين سلايد 52؟ لسه 51 يا دكتور. طيب لما تظهر 52 قول لي. هي ظهرت دلوقتي. طيب لما تبص لك في الكود ده هتلاقي ان الاربعه انستراكشنز دول ديبندنت على السبتراكت. دي بتبروديوس ريجستر 2، دي بتقرا ريجستر 2، دي بتقرا ريجستر 2، دي بتقرا ريجستر 2، دي بتاخد ريجستر 2 تجمع عليها 100 عشان تكتبها في الستور وورد. الديبندنسي دي ليها اسم اسمها ALU داتا هازارد. يعني ايه؟ دي ليو انستراكشن، دي ليو انستراكشن، دي ليو انستراكشن، دي ليو انستراكشن. رغم دي ستور بس الديبندنسي جاي في الجزء بتاع ال ALU اللي بيحسب الافكتيف ادريس، بيحسب الافكتيف ادريس. فالاربعه انستراكشن الاند والاور والاد والستور وورد ديبندنت على السبتراكت. خلاص ولازم ناخد بالنا من كده في البروسيسور. المطلوب الثاني في المساله وخلي بالكم معايا، في ريجستر 2 هاد ذا فاليو 10 بيفور سبتراكت انستراكشن اي ماينس 20 بعد ما السبتراكت انستراكشن تخلص خالص. How would this sequence perform with our pipeline? Show the value of resistor 2 at the beginning of each clock cycle. لو جينا عملنا ايه؟ جينا رسمنا المالتي كلوك سايكل دايجرام. ودي اخر سلايد. هنلاقي ان الريجستر الاولانيه الفاليو بتاعت اللي هي ريجستر 2 موجوده ب 10 ب 10 ب 10 ب 10 لغايه لما نوصل للسايكل الخامسه، في اولها 10 لغايه ما نكتب فتظهر في نص السايكل الخامسه الثاني لان بقت ناقص 20. الانستراكشنز اللي بعد كده اللي كلهم ديبندنت عليها، كلهم ديبندنت عليها، كلهم هيعملوا ايه باي نيتشر كده؟ هيجوا يقروا الفاليو الاولد الغلط اللي هي العشرة. شوف دي قرت 10 هنا ودي قرت 10 هنا، بينما الانستراكشن اسمها اد هتقرا الفاليو الصح لانها بنكتب الاول في ريجستر فايل وبعدين نقرا منه، وبعدين الستور هتقرا الفاليو الصح. فالتو انستراكشنز الفولوينج السبتراكت عندهم مشكله انهم نتيجه الداتا هازارد هيقروا الفاليو الغلط، ما بعد ذلك ما عندوش مشكله. فاحنا بنقول في الاكزامبل ده او بنقول بصفه عامه ان الديبندنس بيتحول لهازارد بين الانستراكشن اللي هي الاليو والاثنين اللي ورا منها بس، ما عدا كده الديبندنس موجود بس ما هوش هازارد. لو بصينا في سهم، في شكل السهم، لو احنا واقف هنا اهو السهم اللي راجع باكورد كده والسهم اللي راجع باكورد هنا بيمثل هازارد، بينما السهم الراسي او ماشي فورورد كده ما بيمثلش هازارد. خلاص وبيؤخذ من كده ايه؟ ان الريجستر دي، الريجستر ده اهي او الانستراكشن دي كانت بتحاول تقرا داتا هتتكتب في المستقبل، تحاول تقرا حاجه في الغيب فمش هتعرف تجيبها، بتقرا حاجه غلط. بينما الانستراكشن اللي هي الاد والستور وورد قروا الداتا الصح لان كانت الداتا مكتوبه. ففي هازارد ما بين السب والاند والسب والاورد، بس ما فيش هازارد ما بين السب والاد والسب والستور وورد. خلاص وناخدها من شكل السهم في الدياجرام، لو نرسم الدياجرام كده ناخد شكل السهم. طب الحل ايه؟ الحل زي ما شرحت لكم ان احنا هنعمل فوروردنج من الريجستر ده اهي، الريجستر الثالثه للاليو دي على طول، من الريجستر الثالثه دي للاليو. انا هحاول ارسم على السلايد بالراحه واشوف هتشوفوا انتوا ولا لا. انتوا شايفين سلايد 53 دلوقتي مش كده؟ يا دكتور تقريبا النت اتحسن. طيب الحمد لله. طيب بص ده الهازارد، ده الهازارد سيناريو وده الهازارد سيناريو. فانا لو انا اعمل ايه الحل اللي هو بتاع الداتا فوروردنج، ان انا اخد من هنا، اخد الداتا دي ادخلها على هنا على طول، واخد من هنا وادخل الداتا على هنا على طول واجنور الباث ده. انا نحط دايره لوجيك تتشيك ان هو ايه، ان الداتا اللي انا عايزها هي الداتا المكتوبه هنا. فوانس عملت كده، وانس عملت كده ما اصبحش في هازارد وحليته 100% في السيناريو ده. فناخد بالنا ان السوليوشن بتاع الحل ده هو عباره عن الداتا فوروردنج وال الداتا هازارد، بان انا ايه، بان انا اعمل كده خلاص اوصل الداتا اخدها من هنا على طول لهنا. لسه البايب لاين هيكمل وهيكتب في الريجستر عشان بيت الانستراكشن لاقي الداتا مكتوبه في الريجستر، بس في التو كيسز اللي معاهم داتا هازارد، اللي عندهم داتا هازارد، اعمل ايه؟ اعمل فوروردنج وباي باسنج بالشكل ده. مين مش واضح بالنسبه له عايز نعيد؟ انا خلصت السلايدز فانا مش عايز اشرح اي حاجه ثانيه واعيد اي جزء ثاني انتوا كنتوا محتاجينه.
مين عنده سؤال؟ هو انا ما فهمتش يا دكتور، هو احنا اصلا هنا محتاجين نحسب الاول السبتراكت ونستخدمه صح؟ اه نحسب السبتراكشن وتمشي في الفاس بتاعها عادي تكتب في ريجستر فايل تمام. بعدين طب ازاي بقى حسب بقى ان احنا حسبناه واستخدمناه قبل اصلا ما يكون خلص في اول يعني السبتراكت انستراكشن هتعمل سبتراكشن في ال يو هنا صح كده، وهتطلع الريزلت هنا في اخر السايكل دي مظبوط كده. الريزلت دي هتقعد تمشي في البايب لاين كده لغايه لما تروح الريجستر فايل تتكتب فيه كده. الانستراكشن ورا منها بتيجي هنا بتحاول تقرا ريجستر 2، فمع الاسف بتقرا الريجستر 2 غلط. ليه؟ لان التايم لاين ماشي كده لسه هتتكتب كمان 2 سايكلز، عشان كده قلنا فيه الداتا هازارد. طب نحل الموضوع ده ازاي؟ اول ما الداتا تطلع من الاليو والانستراكشن ورا منها عايزاها هحط تشيك. اتشيك ايه؟ اتشيك بارقام الريجسترز اللي انا عايزه هو اللي انت بتعمل له برودكشن. لو لقيت ده حصل ما اخدش الريزلت من اليو، اخدها من الانستراكشن اللي قبلها كده من الريجستر دي، من الريجستر دي موجوده عندي، اخد منها الفاليو دي هي اللي اخدها معايا. معايا؟ واضح كده؟ اه تمام يا دكتور فهمت، شكرا. خلي بالك ان الريجستر دي هي الريجستر اللي اسمها ايه؟ اي اكس ميم. اي اكس ميم صح كده؟ بينما الريجستر دي الثانيه اللي اسمها ايه؟ اسمها اي دي اي اكس سي. ما تلخبطكش يعني. انا بروح للريجستر اللي قبل مني اجيب منها الداتا واستعملها هنا بدل ما دي، واحط دايره لوجيك بسيطه تتشيك ان ارقام الريجسترز ارقام الريجسترز متشابهه، معناها الديستنيشن اللي قبل مني بيساوي السورس بتاعي، فساعتها اخد الداتا من على الباص. نفس الكلام يتكرر ما بين دي ما بين ايه ما بين الانستراكشن دي. واضح كده؟ تمام يا دكتور شكرا. خلي بالك ان هي لما اجي انا على الانستراكشن اللي بعدها الداتا دي هتكون مشيت راحت في الريجستر دي، فانا اكشوري مش هاخدها من هنا، انا هاخدها من الريجستر دي ادخلها هنا عشان اكون بريسايز معاك. فانا هاخد من دي لدي ومن دي لدي، هعملها باللون ازرق احسن عشان تبقى واضحه. انا هاخد من هنا لهنا من هنا لهنا واخد من دي هي اللي لدي. خلاص واضحه كده؟ تمام تمام. طيب مين عنده سؤال؟ انا خلصت السلايدز اللي عايز اشرح. مين عندي سؤال عايز اشرح له حاجه تانية نتيجه المشكله اللي كانت موجوده في النتورك؟ مين عايز اشرح اعيد حته تانية؟ مين عنده سؤال في اي حاجه في المحاضره؟ انا دكتور انا فهمت الحاجه كنت لسه قايله دوت تمام، بس ما فهمتش اللي هو يعني السؤال هو بيقول اللي هي الاول كانت ب 10 وبعد كده بعد السبتراكشن بقت بسالب 20. ما فهمتش اللي هو في التمثيل بتاع اللي هو السنجل اللي هو الخط المرسوم دوت وفي خمس عشرات، ما فهمتش الحته دي. طيب خليني اعمل ايه؟ شايف سلايد 53 صح كده؟ لا ما فيش حاجه باينه دلوقتي. شايف سلايد 53 صح كده؟ اه كده ظهرت. طب افترض احنا في الاول خالص كان عندنا ايه؟ افترض احنا في الاول خالص كان عندنا ان ريجستر 2 فيها 10 خلاص كده. ال10 دي حتى انها موجوده معانا موجوده معانا موجوده معانا موجوده معانا لغايه لما السبتراكت الريزلت بتاعتها اللي هي ناقص 20 تتكتب فين؟ تتكتب في ريجستر فايل. هتتكتب في ريجستر فايل فين؟ في بدايه السايكل الخامسه. لما يبقى عندنا ريجستر فايل بنكتب فيه بنكتب في اول السايكل وبعدين نقرا في النص السايكل الثاني خلاص. فاحنا بنقرا بنكتب هنا فال10 دي حتى انها موجوده زي ما هي مش هتتغير، فاحنا ما عملناش فيها حاجه، هي موجوده بس الكلوك بقى ما تعد، فهي موجوده موجوده. وبدايه السايكل الخامسه هنكتب الفاليو فال10 هتتغير تبقى ناقص 20، باكتنا موجوده معانا ناقص 20 لغايه كده. واضح؟ اه تمام تمام. ليه انا مهتم بده؟ لان من غير ما اعمل اي مجهود لما تيجي ريجستر اند دي
تقرا ريجستر 2 الانستراكشن انت تقرا ريجستر 2 المفروض لما تيجي تقراها هنا ما تقراش 10 تقرا ناقص 20 لان اللي قبلها مطلعه ناقص 20 مش ناقص 10 صح كده عشان كده سمينا الهازارد ده سميناه ايه رايت افتر ريد افتر رايت يعني دي لازم تكتب الاول وبعدين دي تريد بس مع الاسف هنا هي بتقرا قبل دي ما تكون كتبت فانت لو بصيت على التايم لاين ده ومن غير ما تعمل اي حاجه دي هتقرا فاليو غلط فهتحسب غلط فالكالكوليشنز في البرنامج غلط واللي بعدها هتقرا غلط اللي بعدها هتقرا صح ليه يعني دول غلط واللي بعدها هتقرا صح ليه لان دي بتكتب الاول بعدين الثانيه بتقرا فدي في نفس السايكل هتكون قرات صح ودي خلاص الفاليو كتبت فتقرات صح فهدف الموضوع ان اقول لك ان احنا من غير ما نعمل حاجه من غير ما ناخد بالنا في داتا هازارد البايب لاين او البروسيسور هيقرا داتا غلط فلازم ناخد بالنا عشان كده لازم نعمل حاجه جاوبتك على سؤالك اه تمام يا دكتور مين عنده سؤال تاني في اي حاجه واضحه انا ممكن اعيد اي حاجه عشان خاطر المشكله كانت موجوده في النتورك مفيش مشكله يعني ربنا يقفل المحاضره اللي عنده اي سؤال يسالني هجاوبه عليه مين عنده سؤال تاني لو سمحت يا دكتور حضرتك كنت وصلت ال ALU اللي خارج بيتها بالمدخل بتاع ال ALU الجديد صح كده؟ تمام بص المفروض انك تاخد تاخد من الريجستر دي تاخد من الريجستر دي كده دخل هنا بدل ما تاخد ده وتاخد من الريجستر دي كده دخله هنا غير ما تاخد ده بس اسألني بقى سؤالك ايه؟ هو انا هوصله على اساس ايه مش جاز الاوبريشن الجايه ما كنتش بتستخدمه اه بالظبط هعمل دايره هاردوير صغيره تتاكد ان رقم الريجستر دي هو رقم الريجستر دي يعني الريجستر اللي انا راح اكتب فيها دي مش انا واخد الداتا بتاعتي وماشي راح اكتبها في الريجستر فايل ده اتاكد ان رقم الريجستر ده هو نفس رقم الريجستر اللي انا قريته ده او اللي تحت مش مهم وانسد التشيك ده باس قوم اعمل الفوروردنج لو التشيك ده مش باس اخد الداتا من المسار الطبيعي بتاعها واضحه كده واضحه كده ماشي مين عنده سؤال تاني في اي سؤال دكتور معلش هو حضرتك قلت اللود وورد لما يبقى بعدها اد دي اللي لازم نعمل فيها بابل صح كده اه بالظبط كده تعال اشرحها لكم تاني تعال اشرحها لكم تاني مفيش مشكله اشرحها ازاي تعال انا بشرحها كده نعمل ايه نمسح نطلع من السلايد دي كده انا اعلم على ده كده نمسح تاني كده انتوا المفروض شايفين سلايد مش شايفين حاجه دلوقتي ثواني انتوا المفروض شايفين سلايد 53 صح كده شايفين سلايد 53 ظهر عندكم سلايد 53 هلو 53 ظهر عندكم يا جماعة؟ ايوه يا دكتور طيب لو الانستراكشن دي مش سبتراكت لو الانستراكشن دي لود وبتلود ريجستر 2 فاللودنج ده هيحصل امتى؟ هيحصل في اللحظة دي بيتكتب هنا هو في الريجستر هنا مظبوط كده؟ الانستراكشن اللي تحتها بتقرا في الوقت ده وعايز تدخلها هنا فهنكتشف ان دي اكشوالي في الكلوك الثالثه وبدايه الكلوك الرابعه عايزه الداتا والداتا دي هتخلص في نهايه الكلوك الرابعه هتبقى في نهايه الكلوك الرابعه وبدايه الكلوك الخامسه فاكشوالي عمر ما في طريقه اوقف فورورد بيها الداتا دي لدي لان الداتا دي هتبقى موجوده اكشوالي بعد ما دي تكون محتاجه تقراها فبالتالي السيناريو ده ما ينفعش مع الفورورد ما ينفعش افورورد في المستقبل ما ينفعش اخد حاجه هتحصل كمان كلوك سايكل افورودها لي لنفسي دلوقتي
فالحل الوحيد ان اعطل الكلوك هنا، ما خليش الانستراكشن دي توقف، اوقف الكلوك ده لغايه لما دي تتحرك سايكل كلهم يقفوا، كما لو كنت انا بعمل هنا ايه بقف بابل كده في البايب لاين هنا لمده سايكل واحده. ساعتها ايه اللي يحصل؟ ساعتها عاد بابل دي، ساعتها ايه الداتا دي هتتحرك تيجي هنا، او الانستراكشن تتحرك تيجي هنا، دي تبقى برودوسد، اقدر افورواردها على طول على ال اليو هنا كده. واضح كده؟ واضحه؟ اه تمام يا دكتور، شكرا. ماشي، مين عنده سؤال تاني؟ في أي سؤال تاني؟ في حاجة مش واضحة في المحاضرة كلها؟ في أي سؤال يا جماعة؟ في أي حاجة مش واضحة؟ حاجة عايزين نشرحها تاني؟ تمام. خلاص المحاضرة موجودة عندكم متسجلة، ولو حد عايز أي سؤال ممكن يبعت لي على الفيسبوك ماسنجر هجاوبه عليه.